مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، منوريني دايما ومشرفيني في قناه الاهلي والاهلي الليله. هعمل معاكم فلاش باك كده سريع جدا جدا على الاحداث اللي حصلت الاسبوع اللي فات، عشان انا يعني بطلع في اخر الاسبوع، فلازم كده يعني نشوف الدنيا كانت رايحه مننا فين، ونشوف الفرحه العارمه اللي حصلت يعني في الشوارع من الاقليه ان الاهلي خسر بطوله. دي حاجه طبيعيه وحاجه كانت متوقعه جدا، مع اننا احنا كنا مقدمين السبت قوي، لكن اللي حصل ان احنا لقينا فرحه عارمه، وانا حسيت كان الاهلي كان بيلعب فريق تاني مش فريق تونسي بصراحه. لكن زي ما قلت لحضراتكم كنت متوقع كده، لكن ما كنتش متوقع زياده كده، لدرجه ان انا كنت خايف الناس تيجي تخبط عليا في بيتي. فرحه يعني كانت كبيره قوي، الناس مجرد الاهلي بيخسر الاهلي بيفرحوا، وده يا جماعه احنا كاهلاويه كنا متوقعينه جدا. احنا قلنا ان احنا في جيل كامل للاهلاويه عنده 14 سنه او 15 سنه، من ساعه ما اتولد او من ساعه ما اتولد هو عارف ان الاهلي بيكسب، بس ثقافتهم الاهلي بيكسب بس، اتولدوا هم عارفين الاهلي اي بطوله داخل فيها بياخدها وخلاص، ياخدها ازاي، ياخدها ليه، ياخدها باسباب ايه، المهم الاهلي بياخدها وخلاص، فما عندهمش ثقافه الاهلي بيخسر. بالعكس بقى الاجيال الثانيه اللي هي اتولدت برضو بس في مشكله ثانيه بقى خالص، ان الاهلي دايما بيكسب وان الفرق الثانيه ما بتحقق لهمش فرحه او انتصارات، فهم بيكسبوا او بيفرحوا بخساره الاهلي او تعادل الاهلي. فعشان كده مش عايز جمهور الاهلي يزعل. انا قلت لكم دي ثقافات، ثقافات بقى لها حوالي 14 سنه او 15 سنه، الاهلي دايما معودهم ان هم يكسبوا بطولات، ان هم بياخدوا بطولات، ان هم مفيش حاجه اسمها هزيمه، لكن لازم نفهم الجيل ده ان الكوره مكسب وخساره، ان الكوره ممكن الاهلي يكسب بطوله 2 3 4 وممكن بطوله تعدي منه او بطولتين يعدي منه مش مشكله خالص. افريقيا للكبار، والاهلي دايما في افريقيا ودايما بيوصل نهائيات افريقيا تعبان بالنسبه لناس ثانيه وبالنسبه لفرق ثانيه بيخافوا بس يقربوا منها، لكن الاهلي ماسك التعبان ده دايما بايديه ما بيخافش، بيقع منه التعبان مره واثنين لكن بيمسكه تاني، والاهلي سيد افريقيا بثمان بطولات، وان شاء الله ان شاء الله البطولات كتير جايه. مش عايز جمهور الاهلي يزعل، كانت بطوله قريبه مننا جدا فعلا، لكن مش عايزين كل الزعل ده. السوشيال ميديا جمهور، وجمهور كبير جدا جدا وليه احترامه، لكن الاهلي دايما لا يدار بالسوشيال ميديا، لكن السوشيال ميديا مؤثره، مؤثره جدا كمان. الاهلي لمن ملكوه، ملكوه هو الجماهير في المقام الاول والاخير. السوشيال ميديا عامل مؤثر جدا، ما بنقللش منها خالص، بالعكس كل الاهتمام ليها، بدليل الاجتماعات اللي حصلت دلوقتي في مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. كل الاراء بتؤثر في إدارة النادي الأهلي، وإن كان إدارة النادي الأهلي كانت كده كده هتاخد قرارات وكانت هتعمل الاجتماعات وكانت هتجيب لعيبة وكانت وكانت وكانت، لكن ما كانش متوقع إن احنا ممكن نخسر بطولة بالشكل اللي احنا شفناه ده يعني، والبطولة كانت قريبة جدا مننا، لكن قدر الله ما شاء فعل. كنا واثقين قوي إن احنا ناخد البطولة، مع إن أنا يوم الخميس كنت معاكم قبل يوم الماتش وكنت قاعد مرعوب، لو حضرتك تفتكروا كان معايا كابتن علاء مأيوب قبلها كمان يوم الأربعاء، كان بيقول لي انت متوتر وانت خايف. طبعا احنا كنا حاسين البطوله بتاعتنا وكنت خايف الاحساس ده يروح للعيبه، لكن الحمد لله خلاص بطوله وراحت. الاهلي ما شاء الله تاني انديه العالم، مش بنقول كده بقى كلام وخلاص، احنا بنقول كده كلام موثق كمان، تاني انديه العالم الاكثر حصولا وتتويجا بالبطولات. النادي الاهلي سيد افريقيا، النادي الاهلي بطولات كثيره جدا جدا، سنوات ضوئيه بينه وبين اي فريق، مش هقول منافس، اي فريق بيقرب للنادي الاهلي. عشان كده بقول لكم ما تزعلوش، بقول لكم ان دي ثقافات متوارثه، انتوا كاجيال من حقنا ان احنا نقول لكم ونفهمكم ان الكوره يا جماعه معلش مكسب وخساره، انتوا اتربيتوا واتولدتوا لغايه 15 16 سنه كمان متعودين الاهلي ياخد بطولاته وبس، لكن ما معلش الكوره مكسب وخساره، عكس بقى الناس الثانيه اللي بتفرح بخساره الاهلي او بتعادل الاهلي، هي دي بالنسبه لهم اقصى فرحه. عايزين برضو نعلمهم ان هم يفرحوا لما النادي اللي هم بيشجعوه او بينتموا اليه يكسب، مش لما الاهلي يخسر. دي برضو ثقافه لازم تعلموها حضراتكم للمؤيدين والمشجعين بتوع الانديه الاخرى. الاهلي كبير ويفضل كبير ان شاء الله، وقرارات ان شاء الله تطلع في غضون ساعات لتصحيح الاوضاع اللي فاتت. عايز اقول لكم كمان ان النجم الكبير، النجم وليد ازارو نجم الاهلي والنجم المغربي ونجم المغرب، وليد ازارو نجم كبير جدا عندنا وعند كل الجماهير. وليد ازارو لو يعرف او يجي في دماغه واحد في المليار ان قطعه التيشيرت بتاعته دي ممكن تخليه يستبعد
ماتش بعد كده اكيد ما كانش هيعمل كده. وليد ازارو عمل كده من اجل الفريق مش من اجل هو شخصيا، ان هو يقطع التيشيرت اكيد مش حاجه طبيعيه، لكن هو كان بيحاول زي ما كل لاعيبه العالم بتحاول انها تكسب فرقه بطرق مشروعه بقى بطرق مش مشروعه. طالما انا ماشي بكسب انا عايز اكسب فرقتي، انا كنت بحب اكسب فرقتي، اجيب ضربات جزاء. ياما نجوم كبيره جدا 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 جابوا ضربات جزاء من غير وجه. الكابتن الكبير جدا فاروق جعفر ياما كان بيجيب ضربات جزاء، مش ضربات جزاء، النجوم الكبيره ميسي كريستيانو سواريز، كل النجوم دي بتعمل اي تمثيلات في ال 18 عشان يجيبوا ضربات جزاء ويكسبوا فرقهم. الكلام ده وان لم يكن مش كويس لكن هو مشروع مشروع. فوليد ازارو نجم كبير جدا، وليد ازارو شايف ان هو يعني ما كانش يجي في دماغه ان هو بيعمل خطا او يرتكب خطا، عشان كده كان المفروض ان احنا نتكلم معاه او اكيد اتكلموا معاه ان هو يعني نجم كبير جدا، ووليد كان عايز يكسب الفرقه. وليد ما غلطش في حاجه خالص خالص خالص. وليد ما كانش عارف ان في ناس بتصوره، مش عارف بقى انتماءاتهم ايه، اكيد مش مصريين، هم اكيد مش مصريين يعني. اللي صوروا وليد ودوا الصور للاتحاد الافريقي او عرضوها على السوشيال ميديا اكيد اكيد مش مصريين يعني، ما بينتموش للشعب المصري. طيب اخد كريم احمد وارجع نكمل مع حضراتكم بعض النقاط اللي عايز اتكلم مع حضراتكم فيها. كريم احمد من قلب النادي الاهلي، اتفضل يا كريم، اهلا بيك. كابتن ميدو برحب بيك في البدايه وبكل المشاهدين كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل من داخل النادي الاهلي بالجزيره يوم هام جدا واجتماع هام جدا بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي، ويمكن ملفات كثيره جدا بتناقش على طاوله مجلس الاداره اليوم، اهمها طبعا يا كابتن ميدو وهو الامر الخاص بفريق كره القدم وقطاع كره القدم بالكامل. النهارده يكون في قرارات قويه جدا عقب انتهاء هذا الاجتماع الهام جدا، بناكد مره واثنين وثلاثه ان هيكون في قرارات مهمه جدا اكيد بينتظرها كل جمهور النادي الاهلي وبينتظرها كمان اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. لكن لو برجع معاك سريعا يا كابتن ميدو، طبعا النهارده كان في تدريب خاص لفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه الوصله الاماراتي يوم 22 باذن الله. نتيجه طبعا المباراه الاولى 2-2 بتسبب ضغط شويه على فريق النادي الاهلي، لكن صفحه واتقفلت بالنسبه للبطوله الافريقيه. وبناكد لكل جمهورنا وبناكد لكل اعضاء النادي الاهلي، يمكن قدر النادي الاهلي وقدر البطل بيبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا، مطالب بالفوز في كل المباريات، مطالب بالفوز في كل البطولات مهما كانت عدد البطولات، الظروف المحيطه بالفريق، اصابات، غيابات، امور كثيره جدا. لكن خلاص يمكن جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عودتنا على الفرحه على طول، النادي الاهلي هو مصدر السعاده، فالحمل بيكون كبير جدا لما بتكون في اي خساره بتكون في اي اخفاق. عشان كده طبعا في حزن كبير جدا كان على لعيبه النادي الاهلي على اعضاء النادي الاهلي على الجميع. لكن ان شاء الله باذن الله مسيره النادي الاهلي خلال الفتره القادمه تصحح بشكل كبير، النادي الاهلي سيصحح المسار بقرارات هامه جدا، وايضا كمان بلاعيب النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي لابد يكونوا على قلب رجل واحد خلال الفتره القادمه. يا ما عدت على النادي الاهلي كبوات كثيره جدا ومباريات كثيره جدا واخفاقات، لكن زي ما بنقول يا كابتن ميدو خلال الفترات الماضيه المباريات الماضيه ثقتنا كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وفي مجلس اداره النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله تكون قرارات في مصلحه الجهاز الفني ولعيبه النادي الاهلي، لان لسه عندنا المشوار طويل من بطوله عربيه ومباراه الدوري العام وكاس مصر، لسه الامور فيها كثير جدا يا كابتن ميدو. لو بكلمك كمان على تدريب فريق اليوم، النهارده كان تدريب فيها الساعه 9:30 صباحا، محاضرة طبعا معتادة من مستر باتريس كارتيرونا للمدير الفني والكابتن محمد يوسف، فيها بعض الأمور الخاصة طبعا بالتحفيز، بعض الأمور الخاصة بالبطولة الأفريقية، تنبيه مستمر وتشديد مستمر على اللاعبين لابد من غلق هذه الصفحة، لأن لسه المباريات القادمة مهمة جدا للنادي الأهلي، وأولها هي مباراة الوصلة الإماراتي اللي بيستعد ليها النادي الأهلي بشكل كبير جدا. النهاردة كان تدريب يمكن في فقرات بدنية كثيرة جدا في غياب مستر مايكل ليندمان مخطط الأحمال. النهاردة بأكد لك اليوم الثاني على التوالي بيغيب مستر مايكل ليندمان مخطط الأحمال، قاد النهارده المران بنفسه طبعا مستر باتريس كارتيرون النهارده اشرف على المران بشكل عام، سواء التدريبات البدنيه تدريبات الكره الامور كلها كانت تحت اشراف مستر باتريس والكابتن محمد يوسف. كمان لو بكلمك على اللاعبين المصابين، بعض اللعيبه ان شاء الله تكون خلال الفتره القادمه في اخر البرنامج التاهيلي الموضوع لهم. النهارده طبعا يمكن شفنا غياب حسام عاشور وعلي لطفي من التدريبات الجماعيه، بجانب طبعا عمرو السوليه، محمد هاني، هشام محمد، احمد فتحي، عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي يمكن بتطول الاصابات. لكن زي ما باكد لك كابتن ميدو في بعض اللعيبه خلاص في المراحل النهائيه باذن الله تكون مع قائمه فريق النادي الاهلي خلال المباريات القادمه. كمان امر مهم جدا وهو يمكن كابتن محمد نجيب واحد من نجوم النادي الاهلي، النهارده كانت في جلسه منفرده مطوله مع الكابتن محمد يوسف وكابتن محمد نجيب طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي، استفسار عن الاصابه عن الفتره القادمه. يمكن خلاص محمد باذن الله يكون
يعني هو الفتره طبعا مش هتطول قوي يا كابتن ميدو، لكن خلاص هو في المراحل النهائيه الكل. يمكن الجهاز الفني بيحاول ان هو يطمن على كل اللاعبين بشكل عام، المصابين، اللعيبه كمان خلال الفتره اللي فاتت اللي عندها بعض الاجهاد، بعض الامور الخاصه باللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله خلال الفتره القادمه باذن الله تكون اللعيبه مهيئه، اللعيبه كمان تستعيد قواها، تستعيد شخصيه النادي الاهلي اللي اكيد يمكن خلال الفتره الماضيه كنا بنتمنى كل المباريات تكون هي الاولى، هي شخصيه النادي الاهلي اللي بيفرضها على كل اللاعبين، كل المباريات وكل الفرق المشاركه سواء في البطوله العربيه الافريقيه وايضا كمان بطوله الدوري العام. الامر الهام جدا طبعا وهو اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اللي بدا في الساعه 5 طبعا هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره بحضور جميع اعضاء مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. كمان كان في اجتماع صباحا مستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف، يمكن كان اجتماع مغلق شويه عقب انتهاء المران. سريعا يمكن مستر باتريس عقب الانتهاء حاولنا ان احنا نساله طبعا يمكن ايه اللي دار مع الكابتن محمود الخطيب، قال طبعا يمكن حفاظا على الامور الخاصه والحديث اللي دار بيني وبين الكابتن محمود الخطيب، لكن انا متواجد مع فريق النادي الاهلي ومكمل مع فريق النادي الاهلي وان شاء الله يكون اللي جاي قادم باذن الله يكون احسن مع فريق النادي الاهلي. شفنا كمان حسام غالي، كابتن محمد فضل، كابتن محمد يوسف كانوا في اجتماع مع كابتن محمود الخطيب، لكن ما عرفناش طبعا ان احنا نحاول ان احنا نصل لاي معلومه خاصه بالاجتماع اللي دار، الامور الخاصه طبعا بالنقاش، لكن في هذه اللحظات الاجتماع مستمر وممكن الاجتماع يكون ممتد كمان يا كابتن ميدو بالنسبه لمجلس الاداره، لكن بنطمن كل جمهور النادي الاهلي في قرارات هامه جدا النهارده عقب انتهاء هذا الاجتماع اللي هيكون فيه قرارات خاصه بقطاع كره القدم. كالعاده طبعا الاجتماعات بيكون فيها امور انشائيه، امور اداريه، أمور خاصة بأعضاء النادي الأهلي، لكن النهاردة يمكن هيكون في جزء كبير جدا لقطاع كرة القدم اللي أكيد زي ما قلنا كابتن ميدو تصحيح المسار سيكون من اليوم. النهاردة هيكون في قرارات مهمة إن شاء الله بإذن الله تكون في مصلحة النادي الأهلي ومصلحة لعيبة النادي الأهلي، وكالعادة كابتن ميدو هنكون مستمرين معاكم خلال الساعات القادمة بإذن الله. أي معلومة هتطلع طبعا من غرفة مجلس الإدارة أكيد هنكون مع كل جمهور النادي الأهلي لحظة بلحظة، طبعا نحاول إن احنا نضع كل جمهور النادي الأهلي في الصورة لأن كل الجمهور وكل أعضاء النادي الأهلي منتظرة طبعا القرارات الهامة جدا من مجلس الاداره. برجع لك كابتن ميدو وانا معاك لو في استفسار يا كابتن ميدو. شكرا ليك يا كريم، اكيد انت غطيت على كل حاجه بتحصل دلوقتي واكيد احنا مستمرين معاك لسه قدامنا ساعتين ان شاء الله، لو في اي جديد عندك ان شاء الله هنرجع لك على طول، وان شاء الله تكون قرارات اكيد هتكون في المصلحه العامه للنادي الاهلي، مش عايزين نقول تصحيح المسار لان النادي الاهلي طول عمره ماشي الحمد لله يعني زي الفل، يعني نقول بنعدل في بعض النقاط. غياب ليندمان يعني لسه الدنيا مش باينه قوي، اجازه مش اجازه، هل هو ليندمان شايف ان هو الدنيا في الاصابات يعني الدنيا بقت صعبه شويه، لكن انا عايز اتكلم على ليندمان تحديدا، هو الكلام جابني اجبار يعني ما كنتش اتكلم عليه بصراحه. مخطط الاحمال او الراجل المهتم او اللي بيدير العمليه البدنيه للفريق الاول النادي الاهلي او اي فريق ثاني ما بيجيش بيحط شغله مره واحده، هو لازم يكون بيبني شغل على شغل على شغل على شغل، يعني ما اجيش انا احط حمل بدني وانا اللي قبلي يكون حط حمل بدني ثاني فاللعيب يتصاب. فاكيد ليندمان احنا كنا فرحانين جدا ليندمان جاي ولا ايه؟ ولا نسينا؟ ما نسيناش، كنا فرحانين جدا وقلنا ليندمان وليندمان ده كان احسن خط احمال عندنا واحسن معد بدني عندنا. فليندمان دلوقتي في ناس بتتكلم كتير جدا على الاصابات، الاصابات كتيره وكمان الاصابات ما برجعهاش للدكتور يا جماعه، انا الدكتور مش ساحر، انا مش بدافع عن حد على فكره، الدكتور مش ساحر، لازم اعرف سبب الاصابه الاول ايه، الاصابه بتروح للدكتور، الاصابات معروفه. تمزق مدته كذا بالعلم الجديد او الطب الجديد بيقلل الاصابه شويه، الليزر والحاجات دي كلها والاكسجين والحاجات دي كلها دخلت في المجال الطبي، الشد مدته كذا، مش عارف قطع في الغضروف مدته كذا، فالراجل يعني مش ساحر، لكن الاهم من كده الاصابات بتيجي ازاي، عشان كده ليندمان مش عارف هو كان عارف الاحمال اللي قبل كده ولا هو كان حاطط احمال ولا الموضوع الاصابات، اكيد طبعا الحاجات دي بتاعت ربنا، واكيد طبعا كمان اللعيبه والظروف المعيشيه للاعب او الظروف اليوميه او الظروف الحياتيه للاعب نفسه بتتدخل في عامل الاصابه، هو عايش ازاي، هو بينام، هو بيصحى امتى، بيسهر ما بيسهرش، بياكل كويس، بيطلع من التمرين بيعمل ايه، كل الكلام ده بيأثر في الاصابه، العضلات عنده، الالياف، الكلام ده كله، كل الكلام ده بيأثر في الاصابه وسرعه الاستجابه ليها. فمش عايزين نظلم ليندمان ايا كان، ليندمان يعني راجل بقاله كتير جدا في النادي الاهلي وراجل كمان شاطر جدا في شغلانته، هنشوف الساعات القليله القادمه هتسفر عن ايه وما نتسرعش ان شاء الله، يعني زي ما كريم بيقول ان شاء الله خلال وقت قليل ان شاء الله هيبقى فيه قرارات
هامة وحاسمة لمجلس إدارة النادي الأهلي، كل التوفيق طبعا. اتكلمنا عن أزارو وقلنا أن أزارو نجم كبير جدا ويفضل نجم كبير، وكل يوم بيزداد نجومية في النادي الأهلي اللي راح عن طريق منتخب المغرب. وليد كل الأهلاوية بيحبوا وليد، عارفين قد إيه قيمته، عارفين مع طبعا مع صلاح مع مروان مع المجموعة كلها، لكن وليد أزارو تحس أنه أهلاوي من زمان جدا، شرب من الأهلي، تحس أنه بموت نفسه بروح الأهلي بفنان الأهلي. عشان كده وليد عمل كده عشان فريق النادي الأهلي فقط لا غير. بس دي حاجة تانية. الحاجة اللي عايز أكلمكم فيها برضو والحاجة المهمة جدا، باتريس كالتيرون. باتريس كالتيرون يا جماعة، أول ما جه النادي إحنا كنا متزيلين المجموعة الأفريقية بتاعتنا، وبرضو أنا ما بدافعش عن حد وأنتوا عارفيني، أنا لا ليا في ده ولا ليا في ده، أهم حاجة عندي إن أنا أرضي ربنا وان انا اكون محل ثقه عند الناس اللي بيسمعوني وبيشوفوني. عشان كده ما دافعش عن حد اقسم بالله خالص، لكن انا دايما بقول لكم الحقيقه حتى لو بتزعلوا مني شويه، ما يعني صراحتي ممكن تزعلكم بس ماشي. باتريس كالتيرون لما جه النادي الاهلي كنا متزايلين المجموعه الافريقيه بتاعتنا، وكان عندنا ضغوطات كبيره جدا جدا جدا. الضغوطات دي قلت من عند ربنا، الناس الكبيره الناس اللي هي المثقفه قوي هيفهموا كلامي، مع احترامي طبعا للجميع، الضغوطات دي قلت من عند ربنا الحمد لله يا رب. لكن كان عليها ضغوطات في كل حاجه، في لعيبه ضغوطات ماديه، إيه مش عارف اصل الكابتن عمل ايه، ومش عارف مجلس الاداره، ومش عارف اللعيبه، ومش عارف ومش عارف، كله 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 عايز يوقع النادي. ده الطبيعي بتاعنا يعني، مش جديد علينا يعني، انتوا عارفين احنا بطبيعتنا ان احنا بنحب نوقع الناجح يعني دايما، مش عارف ليه مش عارف ليه. ان شاء الله ربنا ان شاء الله يعني يعدل الامور والموضوع ده يتغير ايا كان وقته ايه بقى، لكن احنا دايما بنشوف النجاح فين مش نوقعه بقى، يعني بنحاول ندفنه يعني مش نكعبله بس، لا نحاول ندفنه. فالنادي الاهلي السنه دي تحديدا كان عليه ضغوطات كبيره جدا، لازم نحط الكلام ده في دماغنا وحساباتنا، ما نجيش نقول الاهلي خسر الدنيا قامت والقيامه قامت، لا لازم تحط في حساباتك الاهلي كان فين وصل لفين، وبطوله كلنا يعني متنا ان هي راحت مننا، كلنا قلبنا كان واجعنا طبعا ان هي راحت مننا، مش عايزين نتكلم في الجزء ده، لكن بقول لكم الحاجات اللي كنا احنا فيها وانتم حاسين بيها. وكان دايما الكابتن محمود خطيب يطلع يقول يا جماعه الجمهور الجمهور الجمهور، اللي هو الناس بيقول السوشيال ميديا ما بتاثرش، لا بتاثر وبتاثر جدا كمان، لكن الاهلي ما بيقدرش طبعا، ما بيقدرش من السوشيال ميديا، لكن السوشيال ميديا ارائها مؤثره جدا من اصغرها لاكبرها بدلائي. لكن الاهلي اتعرض لضغوطات، الاهلي كان فيه مليون واحد عايزين يوقعوه، الاهلي كان فيه ضغط مادي كبير جدا 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 على اللعيبه، ملايين سمعناها لاول مره احنا كنا بنسمعها بنقع في الارض اساسا، 40 و50 و30 و20 في لعيبه مع احترامي الكبير جدا ليها، لا المبالغ دي ما بياخدهاش في اوروبا، يعني لو لعيب احترف من نادي هنا في مصر يطلع اوروبا مش هياخد مش هيدفعوا فيه الفلوس دي. لكن احنا عندنا حصل بقى اللي حصل، يعني عشان ناخد حد من الاهلي نعمل حاجه في الاهلي، ضغط مش عايز بقول بقى صحافه واعلام والكلام ده كله، لا انا بحترمهم جدا، لكن انا بتكلم في الضغوط بشكل عام، والفلوس اللي اتدفعت كانت كتير قوي، ارقام يعني لو قلناها نتخض كل ده، والاهلي كان بيقع ويقوم بيقع ويقوم ويقوم ويكمل 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 لغايه لما رحنا نهائي افريقيا، واحنا كلنا كنا في الاول بنقول لا احنا مش هنوصل حتى يعني حتى في الثمانية، لكن وصلنا نهائي افريقيا، وصلنا نهائي افريقيا كانت البطوله قريبه جدا مننا، لكن الحمد لله خلاص. فمش عايزين ننسى اللي فات، اوعوا تنسوا اللي فات، اوعوا تنسوا احنا كنا فين السنه تحديدا وبقينا فين في افريقيا تحديدا. حصل اللي حصل وخسرنا بطوله خلاص الموضوع انتهى، لكن المقدمه بتاعتي دي لايه؟ ان احنا كاهلاويه ثقافه الفوز عندنا في المقام الاول وفي الاخير، عايزين لما ننتقد النادي ما تزعلوش من كلامي، ننتقده بشكلنا باهلاويتنا بشكل الاهلي وبطعم الاهلي وبروح الاهلي، مش بالشكل التاني خالص. احنا كاهلاويه طول عمري متعود من جمهور الاهلي ان هو دايما لعبت فوق، حتى لو كانوا غلطانين حتى لو كانوا قصروا بنطلع نتكلم، بننتقد جدا جدا لكن بشكل الاهلي، عمرنا ما تطولنا على حد ولا هنتطول ان شاء الله. في ناس ما ينفعش نقرب منها مش عشان هم فوق النقد، لا هننتقد اي حد، مش حد فوق النقد، لكن الانتقاد ليه حدود، وانتوا طبعا فاهمين كلامي ايه. الاهلي عمره ما بيأثر، تبقى امكانيات وتبقى حدود لكن عمره ما بيأثر. باتريس كالتيرون مدرب جيد جدا، احنا بنقارن دايما المدربين بتوع الاهلي بمانويل جوزيه، بكلمكم بصراحه اهو، مانويل جوزيه شخصيه مدرب، دايما بتكلم على فنياته وشخصيته، فنيات
مستر مانويل جوزيه فنيات مدرب شاطر، لكن شخصيته شخصيه ما جاتش خالص، ما شفتهاش شخصيه سبب نجاح. عشان كده مانويل جوزيه لما بتولى مسؤوليه اي نادي في الاول، اول سنه هتلاقي اخفاقات، اخفاقات اول سنه، اخفاقات. استحاله مستر مانويل جوزيه يروح مكان اول سنه ينجح فيها، استحاله. ورجعوا اي مكان راحوا فيه ما كانش بينجح اول سنه، لان شخصيته بيعرف اللي حواليه وبيعرف الطبيعه وبيعرف المناخ وبيعرف اللعيبه وبيعرف الاداره وبيعرف جمهور وبيعرف الملعب، بيعرف كل كبيره وصغيره، بيعرف دبه النمله زي ما احنا بنقول، وبيحفظها كويس وبيعرف يتعامل معاها ازاي، وبعد كده بينجح. عشان كده ما بينجحش في الاول، لازم ياخد وقت عشان ينجح. باتريس كالترون ممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده، ليه لا؟ مانويل جوزيه لما جه اول ما اشتغل في الاهلي ما كانش مدينا اسباب ان هو يبقى مانويل جوزيه، ما كانش مدينا خطوات ان هو يبقى مانويل جوزيه، ما كانش مدينا امل ان هو يبقى مانويل جوزيه اللي كسر الدنيا، كسر الدنيا كلها وخد البطولات كلها. يعني اي بطولات انا كنت خايف واحنا في الاهلي انا هياخد بطوله مثلا في اليابان، مانويل جوزيه طبعا بالجيل اللي كان معاه، لكن هو كشخصيه ما تحكموش على اي حد يجي تقارنوه بمانويل جوزيه. مش عايزين نعمل كده، عايزين نستنى وعايزين نصبر وعايزين نشوف اللي جاي هيكون ايه. باتريس كالترون مفيش حد ما عندوش اخطاء اكيد، لكن بيعالج حسب الموجود دلوقتي وحسب التدعيمات اللي جايه هنشوف الشكل العام هيبقى ايه. مش عايزين نستعجل الحكم وعايزين نفضل زي ما احنا، عايزين نفضل ورا نادينا زي ما انتوا وراه كده، وزي ما دايما الكابتن محمود الخطيب وكل الناس اللي بيمسكوا رئاسه النادي الاهلي بيقولوا ان الجمهور هو اللي في الاول وفي الاخير، هو ده حمى النادي، هو ده سند النادي، هو ده الكل في الكل للنادي الاهلي. عشان كده بقول لكم ننتقد بشكلنا وبشكل النادي الاهلي. كان نفسي كمان، واكيد الكابتن محمود الخطيب مولي اهتماماته، بس انا نفسي كمان تزيد قوي لقطاع الناشئين. قطاع الناشئين انت عندك كنز، كنز كبير جدا. كل مصر بلا استثناء لو سالت اي اب اهلاوي ولا زملكاوي ولا ايا كان يقول لك انا نفسي اودي ابني النادي الاهلي، عشان هو عارف النادي الاهلي ده موضوع تاني خالص، حتى لو كان انتماءاته ايه، يعني باستثناء ناس بسيطه. فانت بيجي لك كل الناشئين بتوع مصر من غير فلوس، بيدفعوا فلوس استثمارات عشان يدخل لك النادي الاهلي. لما بيكبر الناشئ ولما بيروح نادي تاني اكيد بيعدي من تحت ايدينا حد، وبيعدي كتير، انت بتجيبه بملايين بعد كده. فلازم ونحط تحتها مليون خط احمر، لازم نهتم بقطاعات الناشئين ومدربين الناشئين وملاعب الناشئين، كل حاجه عن الناشئين، لان انت عندك كنز كبير جدا. المفروض ان انت ما تشتريش ولا لعيب ولا لعيب، لو عندك كل حاجه في الناشئين زي ما الكتاب بيقول بيجي لك مواهب كبيره جدا جدا جدا. المواهب دي بتروح فين بعد كده؟ ما بتلاقيهاش. بيجي لك اطفال انت بتبقى قاعد فرحان وانت بتتفرج عليهم. ما بتكلمش بقى، مش هتكلم، بتكلم في العموم، في قطاعات الناشئين عموما، اهلي زمالك انبي ايا كان، عندنا كنوز كبيره جدا. لكن ساعات بتخلي مدرب ناشئين يجي يمرنهم بيبقى عنده ساعات عقد نفسيه بيطلعها على اللعيبه. ثقافه ان انا اخلي الناشئ ياخد بطوله بس، دي ثقافه انا شايف انها مش صح خالص خالص، لان انا بحول الناشئ من لعيب مهاري لمقاتل من غير مهارة، بحوله لمقاتل بس، وده طبعا في الكرة مش مطلوب خالص. الناشئ بيبقى جاي لي موهبته عالية جدا، أنا بفضل أحوله لغاية لما هو يبقى عنده 15-16 سنة عايز بطولة. يجيبها إزاي؟ ما عندوش دي كبيرة قوي، يعني ما عندوش الحتة دي كتير قوي. أنا هجيب البطولة بالروح، بقلبي، بعرقي، بلون التيشيرت، لا. عايزين بقى نزود الموضوع ده، إن أنا أفهمه يجيبها إزاي، غير الروح افهمه اجيبها ازاي. لان عندنا لما تيجي تلاعب ناشئين بره في ريال مدريد مثلا او برشلونه هتلاقيهم كسبوك فرق كبير جدا بعد 15-16 سنه. الروح بتبقى عامل مساعد جنب الموهبه بتاعتي. فلازم نهتم بقطاعات الناشئين، ولازم مدرب الناشئين يبقى ليه صفات كتير جدا جدا جدا، غير ان هو معاه شهاده وخلاص. انا عايز مدرب ناشئين يعلم الولاد يعني ايه كرة قدم، يعلمهم يعني ايه مركزه، يعني ايه مساحات، يعني ايه خطط، يعني ايه تكتيك، يعني ايه مرونة، يعني ايه مرونة تكتيكية، يعني ايه كل حاجة في كرة القدم. مش ان انا داخل اكسب، لا. عندنا فعلا مواهب كتير جدا لازم نستغلها على احسن استغلال. عشان كده يعني انا بوجه نداء للكابتن محمود الخطيب ان هو لازم قطاع الناشئين
يبقى ليه شكل تاني خالص خالص خالص. عندنا ملايين الناشئين نفسهم يدخلوا النادي الاهلي، ولازم على الاقل يطلع لي ناشئين كتير جدا الفريق الاول، اقيم المدرب ان هو يطلع لي لعيبه عارف يعني ايه مركز، عارف يعني ايه فريق اول، عارف يعني ايه شكل. لازم يبقى النادي الاهلي شكل كروي، لازم النادي الاهلي خلاص يعني النادي الاهلي في اعداد الانديه الكبيره جدا جدا. النادي الاهلي بعد ريال مدريد وكان الاول كمان تتويجا بالبطولات، النادي الاهلي اسم كبير جدا عربيا افريقيا عالميا كمان، لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي كل الدنيا عارفاه. فلازم يكون عندنا قطاع ناشئين شكل النادي الاهلي وشكل قطاعات الناشئين الاوروبيه. يعني معلش انا طولت عليكم، لكن كان كلام لازم اقوله وحصل الفترة اللي فاتت. زعلانين كلنا، زعلانين كلنا. بطولة راحت كان ممكن ناخدها، كان ممكن ناخدها، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله الجايات اكتر من رايحات بكتير جدا 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 جدا. لما تسمعوا كلام كده تيجي تتكلم مع عم حارس الرمز الجميل في النادي الاهلي يقول لك يا كابتن ياما وقعنا، لكن وقعت الاهلي بألف أومة، وقعت الاهلي ليها ألف أومة. حطوا دايما في دماغكم كده. معلش احنا او الاجيال بكرر لكم اسفنا تاني ان الاجيال لغايه 15 سنه اتربوا اتولدوا واتربوا على ان الاهلي بيكسب بس، الاهلي بياخد البطولات بس. احنا اسفين فعلا، يعني ان شاء الله يعني نحاول نصحح المعلومه، مع ان برضو نادي الاهلي كل البطولات هيكون طرف فيها، كل البطولات ان شاء الله ينافس عليها وياخدها باذن الله. ما تزعلوش وزعلكم يعني ده بيأثر فينا جدا جدا جدا، ومش كلام ده فعل. لو انتوا شايفين دلوقتي في النادي الاهلي بيحصل ايه. نطلع فاصل عشان نستقبل نجم الاهلي ونجم مصر الكابتن ماهر همام للحديث عن النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين معاكم في الاهلي ليله، وشرفني ونورني نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن ماهر همام. منور الدنيا يا كابتن ميدو، اهلا بيك. وحشت والله. كله تمام؟ كله تمام يا حبيبي. نفسي اقابلك واحنا واخدين الكاس. ربنا يكرمك يا رب. معلش خيرها في غيرها ان شاء الله. الدنيا اتقلبت طبعا، والاهلاويه طبعا زي انا عماله اتاسف لهم من اول ما طلعت، ان احنا عودناهم على ثقافه الفوز بس وثقافه البطولات بس وحصد البطولات بس، اتربوا على كده يا كابتن ماهر. بالظبط. يعني هم 15 سنه اعتقد، يعني اللي هو مولود من 15 سنه ما شافش غير حاجه غير الاهلي بياخد افريقيا، الاهلي بيكسب، دي ثاني بطوله افريقيا يخسرها الاهلي، فبالنسبه لهم صدمه، عشان كده الدنيا اتقلبت. شايف الموضوع ده ايه؟ مردوده ايه؟ هو اولا كنا اتاسفنا لجمهور مصر بالذات. انا خدتك بسرعه كده. وجمهور النادي الاهلي بالاخص. انا عايز الناس طبعا لان جمهور النادي جمهور النادي الاهلي هو المشارك الحقيقي كابتن ميدو معانا في كل البطولات اللي اتحققت في تاريخ النادي الاهلي. بالذات بقى الاجيال الحاليه اللي موجوده اتعودت على المكسب بصفه اساسيه، وضياع اي بطوله بتاثر بشكل كبير جدا على جمهور النادي الاهلي، وبالاخص البطوله الافريقيه اللي احنا يمكن بقى دي السنه الثانيه على التوالي بنوصل للنهائي، لكن ظروف صعبه جدا يا كابتن ميدو بتضرب الفريق بشكل غريب. يعني يمكن بالذات السنه دي الظروف كانت اصعب باصابه تقدر تقول العمود الفقري للاعبي وقوام فريق الاول من بداية أحمد فتحي وعلي معلول، وبعدين إصابة أجاييه، وبعدين طبعا الإيقاف بتاع وليد أزارو اللي اتفاجئنا بيه. يعني قرار كان مفاجئ بالنسبة للاتحاد الأفريقي، أول مرة نفاجئ بقرارات غريبة الشكل. يعني طول عمرنا عارفين إن القرارات بتيجي بعد نهاية المباراتين. النهاردة فاجئنا الاتحاد الأفريقي بإيقاف وليد أزارو، ويمكن احنا كنا اتكلمنا ان وليد ازارو بيمثل القوه الضاربه في هجوم النادي الاهلي بنسبه 70%. حتى كارتلون والجهاز الفني لما بيبداوا يفكروا في الجمله التكتيكيه الهجوميه او الشق الهجومي فكلها بتعتمد على سرعات وانطلاقات وليد ازارو. عايز اقول ان مرنا بالمراحل دي يا كابتن ميدو واحنا لاعبين، مرنا بالمراحل دي واحنا اداريين، مرنا بالمراحل دي واحنا قائمين على الاداره الفنيه للفريق الاول. حتى كمان مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب مر بهذه الظروف، يعني مر بيها وهو لاعب. يمكن اول بطوله سنه 82 ميدو قعدنا اربع سنوات بنخفق، اربع سنوات متتاليه ورا بعض
نخفق. وكانت الاسباب الفتره دي كنا صغار في السن لسه ما نضجناش، ما اخدناش على الاجواء الافريقيه والاحتكاك والملاعب والسفر. النقطه الثانيه كان في فترات بيجي فيها الادوار فيها امتحانات اخر العام، بعض النجوم ما كانتش بتسافر، بعض الاصابات كانت برضك نجومنا كان يمكن في اصابات في خلال هذه الفتره. لكن سنه 82 لما نضجنا بدانا نحقق اول بطوله افريقيه طبعا للجيل، جيل السبعينات مع جيل الثمانينات. اكتر من 16 لعيب دولي حققوا اول بطوله افريقيه كانت 82، ومن هنا بقى انطلق النادي الاهلي. الخبرات جت جيل جيل سلم جيل، مجلس اداره سلم مجلس اداره. فانا عايز اقول لك ان النادي الكبير او نادي القرن لما بيخفق او بيحصل نوع من التذبذب في المستوى بقوته وانجازاته وادارته واجهزته الفنيه وامكانيات لعبته وشخصيه البطل وشخصيه القائد بتظهر بشكل كبير جدا. يعني عايز اقول لك ان بعد رجوع الفريق كل الناس قفلت على نفسها بشكل كبير، كل الناس فكرت في اللي جاي. احنا عندنا حوالي 5 بطولات، عندنا كاس السوبر، عندنا الدوري العام، عندنا كاس مصر، عندنا البطوله العربيه، عندنا بطولات اهم كمان بطوله افريقيه يا كابتن ميدو الفتره اللي جايه. عندنا بعد 5 اشهر ان شاء الله باذن الله نعود تاني للبطوله الافريقيه باذن الله ونحققها ونهديها لجمهورنا الحبيب جمهور النادي الاهلي يا رب. احنا خلاص الشهر اللي جاي بالظبط اول مباراه في افريقيا. يعني هقول لحضرتك او اقول للساده المشاهدين الاهلي هيلعب امتى. يعني الاهلي عنده ضغطه مباريات بس عادي ما فيش مشكله. يعني الاتحاد المصري لكره القدم اعلن مواعيد مباريات الاهلي التي ستقام خلال شهر ديسمبر. احنا عندنا طبعا 22 نوفمبر الجدول الاهلي والوصل الاماراتي، مباراه العوده اللي انتهت في القاهره كان 2-2 او في برج العرب. يلتقي الاهلي مع المقاولين العرب يوم السبت الموافق 1 ديسمبر، ويواجه الجونه يوم الاربعاء 5 ديسمبر، يعني 4 ايام. بعد كده طلائع الجيش يوم الاحد 9 ديسمبر. بعد كده نجوم المستقبل يوم 17، يعني من 9 ل 17، بس دي طبعا مش راحه، دي هتبقى مباراه افريقيا اللي خير فيها الاتحاد الافريقي اللعب ما بين يوم 14 ويوم 16، واكيد النادي الاهلي هيختار يوم 14 علشان يلحق يريح. يعني انت عندك يوم 9 مباراه طلائع الجيش، وهتبقى يوم 14 مباراه افريقيا، لسه طبعا هنعرف طرفها مين. الاتحاد الافريقي مديك 14 و16، فكده هتلعب يوم 14 عشان انت هترجع تلعب تاني يوم 17. عادي. ثم الداخليه يوم 26، وطبعا من 17 ل 26 دي هتبقى مباراه العوده اللي هتبقى من يوم 21 او 23، واكيد برضو النادي الاهلي هيختار الميعاد اللي هيريحه، اكيد هيبقى يوم 21 عشان يلعب يوم 26، او ممكن 23 يلعب 26 بقى، مش عارفين النادي الاهلي هيختار ايه، على ان يواجه انبي يوم الاحد 30 ديسمبر. يعني دي ضغطه المباريات زي ما حضراتكم كده اقولها لك تاني يا كابتن ماهر. تمام يا كابتن. يعني كل 3 ايام ماتش بالظبط كده. وانت عندك ضغط. طبعا افريقيا هتبقى يوم من يوم 14 او 16 ويوم 21 او 23 مباراه العوده. كله ورا بعضه. بالظبط. يعني مباراه الافريقيه خلاص الشهر اللي جاي يوم 14 هتبدا افريقيا تاني. يعني انا عايز اقول كمان النهارده اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي يا كابتن ميدو بكابتن محمود الخطيب، هم طبعا بيناقشوا عشان الجمعيه العموميه العاديه يوم 23 نوفمبر، بيناقشوا بعض المنشات طبعا، والانشاءات اللي بيبدا مجلس اداره بيحط بصمته من خلالها اذا كانت داخل النادي او خارج النادي. النهارده طبعا بيناقشوا كمان ميزانيه العام الحالي، بيناقشوا طبعا يمكن من اهم المواضيع او اهم الملفات فريق كره القدم الفريق الاول. ويمكن كانت المكالمه اللي ظهر علينا فيها الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن سيد عبد الحفيظ كان ليها صدى كبير جدا لجمهور النادي الاهلي، طمن فيها جمهور النادي الاهلي وقال من خلال الحديث يا كابتن ميدو ان الكابتن محمود الخطيب كان من خلال شهرين بيتكلم على ان هو عايز يصلح من الملفات الاداريه والفنيه وخد بالك والطبيه بخص كره القدم بالذات. في حاله الحصول على البطوله او عدم الحصول على البطوله هيحصل ان الكابتن محمود الخطيب هيحط ايده هو ومجلسه ولجنه الكوره، حتى كمان بالنسبه للاضافه للاعبين اللي اتكلم عنها حوالي يمكن من 4 ل 5 لاعبين خلال الفتره الشتويه القادمه، وهيكونوا طبعا اضافه كبيره جدا للفريق الاول في النادي الاهلي يجدد بيها الدماء ان شاء الله خلال الفتره القادمه باذن الله. هل كان ممكن ندعم يا كابتن ماهر قبل افريقيا؟ كان ممكن ندعم ولا كان في مبالغه كبيره جدا في الفلوس؟ يعني انا حاجه غريبه جدا بصراحه،
يعني بصراحه حاجه غريبه جدا. يعني احنا قلنا يا جماعه ندعم ونجيب مهما كان اللعيب ثمنه كام، ندعم النادي الاهلي ومش محتاجين لعيبه السوبر ستارز. لما سمعنا ارقام لعيبه قلنا ايه ده مش عارف مين هو يستاهل ال 40 ولا 50 مليون. احنا ما انا مش عارف بقى، يعني انا بصراحه مش عارف هل نجيب لعيبه وندفع فيها فلوس وده السوق ودي مش طبعا دي مش الاسعار الحقيقيه للعيبه. انا معاكم جدا وبتفق معاكم جدا، لكن انا عايز افهم هل نجيب لعيبه وندفع فيها فلوس وندعم قوي هو ده السوق اللي ماشي دلوقتي احنا مضطرين، يا اما نستنى لعيب فري وطبعا احنا مش هنستنى كده بالظبط. فالمعادله ازاي؟ ما هو الاسعار اللي بقيت موجوده ميزو خلاص يا كابتن بقى، ما الاسعار دي خلاص بقى السقف ده بقى يعني رايح بشكل كبير جدا ومش قيمه حقيقيه كمان، ولا قيمه حقيقيه ولا محكوم باي مبادئ ولا اي قيم ولا اي نظام ولا اي لوائح. فيعني انا ارقام انا شايف ان احنا مبالغين فيها بشكل كبير جدا. لعبتنا على اعلى مستوى ويستاهلوا كل حاجه، لكن مش دي الارقام كمان يا كابتن ميدو اللي احنا المتداول في الشارع الرياضي ارقام يعني عامله معلش يا كابتن مش دي الارقام اللي تبقى في الدوري المصري. جنون مع احترامي للجميع بالزبط. يعني بالظبط مع احترامي للدوري المصري مش دي ارقام الدوري المصري بالظبط بالظبط. يعني انا عايز اعرف الفرق اللي فيها مليارات يعني بيعملوا ايه؟ ولا حاجه يعني يمكن بنفسه في خلال المربع، لكن يعني صاحب البطوله الناس عارفه مكانته، وصاحب البطوله عارفين مين اللي يقدر على الحصول على البطوله بالامكانيات اللي موجوده، اذا كانت ماديه او بشريه او الخبرات او الاداره الحكيمه اللي تقدر تقود هذه المنظومه. لكن عايز اقول لك كابتن ميدو احنا محتاجين يعني احنا محتاجين. ده ما بيقللش من قيمه الاولاد اللي موجودين، بالعكس زي ما قلت لك ان احنا عندنا خيره 25 لعيب موجودين في الدوري المصري، لكن احنا في بعض الاماكن فعلا محتاجين فيها يعني محتاجين فيها تدعيم. فانا شايف الفتره الجايه دي ان شاء الله باذن الله انا شايف يعني ما يزيدش عن 2 3 لعيبه ممكن يعملوا لنا تاثير بشكل جيد، خصوصا ان في بعض اللعيبه يا كابتن ميدو ما خدتش فرصه لسه. يعني احنا بنتكلم مثلا على كنا نتمنى نشوف احمد الشيخ في الفتره اللي فاتت ديت، واخد بالك بياخد على فترات. احمد الشيخ من الخامات اللي كانت السنه اللي فاتت بطل هداف الدوري ومن اللعيبه المميزه، كنا محتاجين في مكان 10 طبعا نشوف ناصر ماهر بعد. بصراحه انا مش عايز اتكلم على الحته الفنيه يعني، لكن طبعا يعني كنا نتمنى نشوف ناصر. ارصه الودن كانت زياده شويه ميدو، يعني كانت طويله شويه، لكن انا كنت اتمنى ان احمد حمدي ناصر احمد حمدي نفس الكلام، كنت اتمنى ارصه يعني ناصر ماهر تبقى مباراتين بكتير وبعد كده يبدا ياخد. فدول عناصر من ضمن العناصر اللي احنا كنا محتاجينهم خلال الفتره السابقه يقدروا يعملوا لنا اضافه من خلال طبعا مستوياتهم الفنيه والمهاريه والتكتيكيه، وهم لعيبه طبعا على اعلى مستوى. لكن عايز اقول لك ان الفتره اللي جايه اكيد مستر كرتلون ومحمد يوسف بيفكروا تفكير كتير كبير جدا في ناحيه الفرقه، من ناحيه يعني شايف الاجتماعات بدات، اجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني الاول مع الجهاز الفني، وطبعا اتكلم على الفتره القادمه. خلينا كابتن ماهر اسالك، عشان يعني انا بسالك بصفتي مثلا مش بصفتي بان انا واحد من الشارع الكروي الاهلاوي. يعني انا دلوقتي كابتن ماهر همام وكابتن محمود خطيب قاعد ومثلا علاء ميهوب قاعد ومع طبعا حفظ الالقاب، والناس كانت بتلعب كوره بقى، الناس نجوم كوره. لما تسمع مثلا عبد الحميد حسن مثلا عايزين نجيبه مثلا من اي نادي ويقول لك 40 مليون جنيه، انت بتبقى عامل ازاي؟ انت بقى كمحمود خطيب وماهر همام والناس اللي لعبت كوره ونجوم كبار جدا، انت بتقول ايه؟ انا هجيبه ارضاء للجماهير الاهلاويه؟ هجيبه علشان انا مقتنع بالفلوس؟ طب هل الارقام دي يعني انا بكلم الناس، يعني هل الارقام دي بتطلبوها في فرق غير الاهلي، زمالك، بيراميدز، الفرق اللي بتدفع؟ هل بتعملوا كده؟ يعني مثلا المقاولين طالبين لعيب مثلا هتقولوا له حد يقدر يطلع من بقه 20 مليون مثلا؟ جاوبنا كابتن. يعني انا عايز اقول لك حاجه ميدو بالنسبه لاختيارات اللاعبين، يعني زمان كده احكي لك على واقعه كانت بدايه الاحترافيه، فكان ياسر ريان بيجدد مع النادي الاهلي بوجود الكابتن صالح سليم وثابت البطل الله يرحمهم يعني. فكابتن صالح قال له يا ياسر يعني انت بتطلب كام؟ فقال له يا كابتن على بياض، فقال له انا ما بحبش اسمع الكلمه دي، كلمه على بياض دي ما بحبش اسمعها، انا عايز تقول لي انت قيمتك كام. فياسر يعني اتكسف كده فقال له طب احنا هنختار ماهر امام اصغر واحد فينا،
ونقول لمرا مام انت عايز كام، اكن مرا مام بنجدد له لسه في اول مره او بيلعب وعايزين نجدد له. فانا اتكلمت عرضت بضاعتي، قلت انا احسن ظهير ثالث في افريقيا، لعبت 12 سنه فريق اول، لعبت 12 سنه دولي، سنه منتخب اولمبي، سنه منتخب شباب، دخل مرمايا في خلال ال 12 سنه دول يمكن 8 تجوال معدودين على الاصابع، وانا يا كابتن محتاج 3 مليون. فطبعا كان العرض عجب الكابتن صالح، فقال له بص يا ياسر هو ده اللي انا عايزه، ده اللي انا بتكلم عليه بالنسبه للاحتراف، ده اللي انا بسعى ليه، ده انا اللي بهدف اليه، مش حكايه ان انا على بياض. لا انا عايزك تفرض شخصيتك وتفرض بضاعتك وتفرض امكانياتك. وكمان قال له ده راجل محترم كان المفروض يحط رجل على رجل، لكن طبعا احتراما للكبار اللي موجودين الراجل قاعد بيتكلم بادب. فانا احنا عايزين نوصل لكده يا ميدو، عايزين نوصل لما نقول انا عايز فلان الفلاني، طيب فلان الفلاني ده امكانياته ايه؟ هداف يا كابتن، ما ده اللي بتكلم فيه. بالظبط كده، هداف الدوري، ما ده اللي انا بتكلم فيه، هداف افريقيا، هداف المنتخب، بقى له مثلا اساسي 3 4 5 6 سنين، العمر السن 26 سنه، 27 سنه. في صفقه او الزمالك تدخل في صفقه بتسمع ارقام غريبه يا كابتن، بتسمع ارقام غريبه. بالظبط، مع احترامي طبعا للناس كلها، لكن انا بتكلم المفروض اتحاد الكره يبقى ليه وقفه يا جماعه، والله العظيم لازم يبقى ليه وقفه، لازم يبقى فيه سقف. بالظبط، لكن انا مش فاهمها بصراحه، انا مش فاهمها. يعني هل اتحاد الكره بيستفاد من لما الفلوس تبقى كتيره؟ يعني اللي بيدخل له فلوس كتيره مثلا في قيد اللاعب، انا مش فاهمها برضو. لازم يبقى في سقف، ما ينفعش انا اقيم نفسي او النادي يقيم لعيب عنده اكتر من لعيب بيلعب في الدوري الانجليزي. يا جماعه ده احنا بناخد هنا فلوس اكتر من لعيب تاخدها في الدوري الانجليزي، والله العظيم. بالظبط، كمقابل عقد يعني، مش طبعا شهريات. يعني انا عايز افهمها. وحضرتك كمان مثلا يا ميدو، عشان الناس الكابتن يفهم. بالظبط، الجماهير الاهلاويه يقول لك احنا عايزين ندعم، لما سمعوا اسعار التدعيم هم رجل. قال لك كتير. طبعا كتير، طبعا رجع في كلام، بس هنعمل ايه؟ احنا مضطرين، يعني مضطرين. هقول لك مثلا مرحب. كمان بالنسبه لعيبه شمال افريقيا لما بيسمعوا الكلام ده، الجزائر والمغرب طبعًا. وتونس طبعا بيستغربوا الارقام دي. ولاعيبتك كمان انت كابتن، ولاعيبتنا نفس الكلام، لاعيبتك بقى اللي هو في النادي ماضي مثلا ب 3 4 مليون جنيه وواحد جاي عليه هو قده. بالظبط، قده ممكن يبقى احسن. بالظبط، جايب ب 30 مليون جنيه وجايب 20 مليون جنيه، ما هو بيتجنن برضو. طبعا هتقول له ايه؟ طبعا هو ممكن اكون انا مؤثر عنه كمان، هو هياخد فتره عمل ما يبدا يحط رجليه ويبدا ياخد ثقه ويبدا تبان امكانياته، وانا بس انا بلعب بقالي سنتين ثلاثه واخد بالك امكانياتي ممكن تكون افضل منه. طب شايف حل الموضوع ده ازاي يا كابتن؟ زي ما انت قلت كده ميدو، محتاجه بقى ان يعني يبقى اتحاد الكوره، الشباب الرياضه، مجالس اداره الانديه لازم تحط لها لائحه زي لائحه الثواب والعقاب واللائحه الداخليه بتاعت النادي. واخد بالك انت كل اربع مباريات تفوز بيتحقق لك مبلغ كذا، بدل انتقال عندك كذا، العقد بتاعك مشروط ربع سنوي وربع تاني مثلا بعد اشتراكك، ولازم تحط لها معايير ومقاييس. الجزئيه دي ما ينفعش كده الارقام دي، انا عايز اجيب مرا امامي بدفع، انا عايز 20 30 مليون. اللي بيقول اصلا انت ما بتعملش عقد اللاعب، يعني عقد اللعيب نفسه لما بتيجي انت تفاوضه يا كابتن ماهر خلاص. مثلا ايا كان، هقول انا عشان ما نجيبش اسماء، انا بقول مثلا النادي الاهلي انا عايز مثلا 5 مليون جنيه. هيقول لي اوكي ماشي 5 مليون، تمام 5 مليون جنيه، بس انت هتلعب لي كام مباراه؟ المفروض تجيب لي كام هدف؟ المفروض تعمل لي كام 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 كام؟ لو ما حققتش التارجت ده او الهدف ده انا هخصم لك نص عقد. بالظبط، انا الموضوع في ايدي. لكن انا لما النادي الاهلي يطلبني من نادي تاني، النادي التاني يقول له 95 زي الليمبي كده لما كان بيذبح الخروف، اقسم بالله انا بحس ان احنا كده دلوقتي. عايز كام؟ 900,000 جنيه. يا جماعه 900 مليون دولار يا جماعه، ارقام وهميه، ارقام فلكيه، ارقام تجنن وتعمل لك فتنه، بس انت مضطر. ما دي المعادله الصعبه. ما هو خلي بالك برضو اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم نادي اهلي رئيسه محمود الخطيب. بالظبط، لما محمود الخطيب يتكلم في لعيب هو يقعد بينه وبين نفسه، ما هو برضه حاجه تجنن برضه. انا ادفع 50 ولا 40 مليون جنيه، امال احنا كنا، امال احنا كنا ايه؟ ولا اللي عندي، اللعيبه اللي عندي يعملوا ايه؟ فمعادله صعبه جدا، انا عايز حلها للجماهير الاهلاويه. صعبه برضه. طبعا طبعا، يعني احنا زي ما قلت لك يا بيدو لحد دلوقتي ما قدرناش نوصل نحط ايدينا على الجزئيه دي بشكل كبير جدا، ونقدر نقلل ونقنن من الارقام الخياليه اللي بيطلبها الانديه، وفي نفس الوقت العروض الداخليه لهؤلاء اللاعبين. يعني انا شايف ان العمليه محتاجه يمكن دوري المحترفين بقى ميدو يعني يلاقي لنا حل في الجزئيه دي. المحترفين، ما احنا في دوري ايه؟ دوري الهواه لحد دلوقتي. احنا المفروض احنا في دوري المحترفين بقالنا كتير جدا. كابتن ماهر لما كنت بتسافر، معلش الحلقه عامه يعني،
يعني انا هخلي بالك من جواها. لا جميل، مش عايز اقول لك. لا لا جميل، يعني فيا كميه ضغط رهيبه. آه. بس طبعا الواحد بيحافظ على الفاظه. آه طبعا. يعني عشان قاعد في بس النادي الاهلي وعشان جمهور النادي الاهلي، لكن انا بصراحه يعني انا هطلع قريب افضفض عن نفسي في اي مكان تاني. دلوقتي لما كنت بتسافر يا كابتن بره، انت كماهر همام كان مثلا سافرت مثلا دوله، اي دوله، مش كان المفروض الناس بيهدوكوا يدوكوا هدايا تكريم؟ كان بيحصل في المباراه اللي فيها تكريم، يعني اذا انت كنت مثلا في دوله خليجيه مثلا راح تقرب مثلا نجم النجوم العرب بيحصل تكريم. بالنسبه للبعثه ككل فرحانين بيكوا الناس. طبعا طبعا. وبتبقى لائحه للنادي الاهلي بيطلب فيها، واخد بالك، رقم واحد بيطلب فيها العقد اللي بينه وبين النادي. بيطلب فيها مبلغ، والمبلغ ده بيبقى فيه جزء منه بوكت ماني للاعبين، والاستضافه بقى على الفريق اللي انت رايح له، وممكن نفس هدايا الوقت. ممكن بالظبط كده، هم بيشوفوا في التكريم دوت ان في جزء يعني بتبقى كلها حاجات رمزيه يا ميدو. يعني ويمكن اقرب حاجه بتبقى الساعه، يعني عارف انت بتبقى حاجه كده موحده، مركب موحده لكل اللاعبين، بيبقى لها شكل وقيمه جميله. يعني بعض الدول بيحط صوره رئيس الدوله. يعني من ضمن الحاجات اللي اتكرمنا فيها في العراق، كان رئيس صدام حسين، كان عيد ميلاده كان سنه 82، كان مع منتخب مصر، وكان موجود الساعه فيها يعني صورته بالزي العسكري. يعني دي كانت برضك من ضمن الحاجات الجميله. اليمن طبعا مشهورين بحته الخنجر، يعني السيوف والخناجر الذهب. يعني يعني عندهم حاجه جميله كده، بيبقى حزام، الحزام انت بتلبسه اللي بيحط فيه الخنجر. بالظبط كده، حط فيه الخنجر. يعني من ضمن الحاجات اللي في اليمن. تمام. بتبقى جميله. السعوديه طبعا انت عارف العمر رقم واحد، يعني بتبقى يعني كل بلد ليها تقاليد. اكيد. والامارات ياما كرمت منتخبنا المصري. بالظبط. الصناديق اللي الدنيا كانت اتقلبت عليها، لكن يعني حاجات يعني الامارات مثلا موبايل مثلا بيبقى احدث نوع، يعني من ضمن الحاجات اللي هتكرمنا منتخب مصر من زمان. من زمان. برضه دي مبادره بتبقى جميله من الهدايا، بتبقى بقيمه الهادي وقيمه المهادة. بالظبط بالظبط، مش كده؟ يعني مثلا الفريق الاهلي مثلا، او بلاش يعني، خلينا انا وانت كابتن ماهي، انا وحضرتك يعني. حضرتك لو هتروح مكان هيكرموك، اكيد انا لو رحت مش هيكرموني نفس التكريم. حضرتك تاريخ ولعبت وبتاع، انا عبد الحميد حسن لعبت شويه مش عارف ايه، اكيد مش هيبقى نفس التكريم. يعني طبعا بتبقى عمليه تقديريه، بس احنا عارف التكريم الفردي ما حسيناش بيه ميدو. لكن التكريم الجماعي، انا بتكلم في الجماعي. بجيب امثله فرديه. التكريم الجماعي يعني انا بقصد في الاخر ان انت بتكرم بقيمتك وبقيمه اللي بيكرمك وبيهديك، المؤسسه اللي انت تابع ليها. فطبعا النادي الاهلي طول عمره موجود باسمه وتاريخه. احسن ما يكون. موجود باسمه وتاريخه في كل مكان بيروح، الناس كلها طبعا بتعمل له احتفالات على اعلى مستوى، بترحب بيه. وبعدين كمان حتى كمان النادي الاهلي بيسيب بصمه، وبيسيب يعني تقدر تقول مكسب للمكان، اذا كان مادي او معنوي او تاريخ. فانا شايف ان الاخوه العرب بالذات يعني في التكريم او الاحتفالات اللي طبعًا فيها رياضيه طبعًا بيفكروا في النادي الاهلي بصفه اساسيه، لان اكثر شعبيه طبعًا. المدرجات كلها زي ما انت بتشوفها ميدو، كل المصريين الموجودين هناك بيبقى يوم حافل وعيد بالنسبه لهم بشكل كبير. طبعا بيملوا المدرجات، التذاكر طبعا بتتباع، يعني بيبقى في مكسب حتى كمان للدوله المضيفه بشكل كبير يعني. تمام. احنا بس يعني بنباصي كده انا وانت يا كابتن. انا عايز اقول لك ميدو، وانا جاي كنت بفكر في الاخفاقات اللي كانت يعني بتضربنا، واحنا ازاي بنقدر نعالجها ونطلع منها. اتكلمت فيها انا. بس لو حضرتك عايز تضيف. يعني انا عايز اقول لك اليوم الكامل اللي اتعمل ايام جيلنا احنا، واخد بالك، يعني من ضمن الحاجات اللي فعلا بقى ترجع لك حيويه ونشاط وشخصيه البطل. اليوم الكامل ده اللي بدعه مستر هدوكوتي. اول واحد بدع اليوم الكامل ده، اللي هو حضور اللعيبه الى 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 النادي الساعه 7 صباحا، ومن خلال تبقى محاضرات تدريبيه او محاضرات نظريه او مشاهده فيديو بعض المباريات اللي احنا لعبناها، وبعدين بيبقى تمرين، وبعد التمرين بيبقى غدا، وبعد الغدا بيبقى راحه،
وبعد الراحه بيبقى التمرين الثاني اللي هو الساعه 3 او 4 مساء. تخيل ميدو انك انت في الفتره ديت لما بتقفل على نفسك بشكل كبير بيبان عليك في المباراه القادمه، بيبان الحيويه والنشاط والتركيز من لعيبه النادي الاهلي، وحته الحرمان اللعيب بيبدا يحرم نفسه من خلالها، يعني بيقفل على نفسه من ناحيه اسرته، من ناحيه عدم الخروج، من ناحيه ليه، لان هو حاسس ان في غضب اهلاوي موجود في الشارع القروي. فبيبقى كنا بنستخبى بصراحه، بنستخبى ومكسوفين جدا. الموضوع اختلف يا كابتن ماهر شكلا، ومكسوفين جدا من جمهورنا. الموضوع اختلف شكلا النهارده. النهارده بدك لعبتنا، انا شايف النجوم الكبار زي احمد فتحي، زي وليد، زي عاشور، زي نجيب، زي يعني كل النجوم الكبار كابتن ميدو حاسين بالمسؤوليه دي. فعايز اقول ان عوده اليوم الكامل، وطبعا يمكن كل المدربين الاجانب اللي جم في المرحله الماضيه بداوا بهذا النظام، ده كمان بيبقى نوع من التحدي اللعيبه. خلاص يعني تبقى المباراه اللي جايه انا بعتبرها مباراه كؤوس، كل مباراه عايز تكسبها وتدور على اللي بعديها، كل مباراه عايز تكسبها وتدور على اللي بعديها. والله يا كابتن ماهر حضرتك بتتكلم كلام انا اتكلمته، يعني كلام محترم جدا وكلام هادف جدا، وبيرجع لشخصيه المدرب. شخصيه المدرب انت حضرتك اتكلمت في هيدي كوتي، يعني كان اسم كبير جدا. انا اتكلمت في مانويل جوزيه بالظبط، قلت بس كالتيرون ممكن يبقى مانويل جوزيه، ممكن لا بالظبط، ممكن هنشوف. لكن الشخصيات اللي زي كده، يعني انا اتكلمت على مستر مانويل جوزيه، قلت ان هو شخصيه، ده اللي نجحه شخصيته مش فنياته، وانا بقول كده على مسؤوليه الكلام. شخصيته جباره جدا، ودي حاجه ما تزعلش، هو راجل جبار جدا في شخصيته، بيعرف يتعامل وبيعرف طبيعه الكابتن ماهر امام، طبيعه عبد الحميد حسن، طبيعه كذا، طبيعه كذا، طبيعه كذا. عشان كده قلت ما بنجحش في الدور الاولى، وعايز فتره لغايه لما يحفظ الطبيعه العامه او المناخ العام، بعد كده بيبدا يسيطر على الدنيا كلها، عشان كده بيطلع نجاحات في الاخر. في طبعا بترجع لشخصيه المدرب، هو شايف نجاحاته ازاي، ممكن ينجحه ايه وممكن ما ينجحوش ايه. باتريس كالتيرون اتكلمت ان هو جه في الاول وكان الاهلي متزايل المجموعه الافريقيه وصعد للاهلي للماتش النهائي، وان كان عنده بعض النقاط اكيد اتكلم فيها، واكيد مفيش مدرب ما بيغلطش، لكن هو وراه جمهور ما بيهزرش، وراه جمهور. وده كان سؤالي ليك، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا وقلت قبل كده وانا قلت للناس ما تزعلوش مني في كلامي، الاهلي لا يدار بالسوشيال ميديا، لكن السوشيال ميديا ليها راي، وراي مؤثر وراي كبير جدا جدا في اللي حصل النهارده للكابتن محمود خطيب، ان هو اجتمع بسرعه جدا، ان هو لبى مطالب الجماهير الاهلاويه اللي هي بتمثل النبض الحقيقي للنادي الاهلي في اجتماعاته النهارده. فاكيد السوشيال ميديا ليه راي، وليه راي مؤثر وليه راي كبير كمان. بالظبط، وزي ما قلت بيدو ان بتاثر بشكل كبير جدا على مجلس اداره، بتاثر بشكل كبير جدا على نجوم النادي الاهلي، بتاثر بشكل كبير جدا على الشارع القروي اللي موجود عليه. يعني احنا بعض وده خد بالك بيدو اختلف عن الجماهير اللي قبل كده، انك انت يعني الجمهور اللي موجود الحالي صعب جدا ان تضيع منه بطوله. بالظبط، تاثر بشكل كبير، ما يعرفوش يا كابتن ان الكوره مكسب وخساره. ما يعرفش، هم ما وصل لهمش ان الكوره مكسب وخساره. ايوه يعني هو الجيل 15 سنه ده بالظبط بيكسب، بس الاهلي بيكسب بس ما عندوش حاجه اسمها الاهلي بيخسر. عكس الاجيال اللي هي بقى بالظبط، وهو كمان من نشأته كمان شاف اللون الاحمر والعلم الاحمر وشاف البطوله بالظبط، فخلاص طالع راجل بتاع بطولات. بالظبط، فانت القاعده الكبيره. الجيل المقابل بقى اللي هو بيفرح لما الاهلي بيخسر، بس ما عنده، بس عنده برضه الثقافه دي، ما عندوش ثقافه ان هو يفرح لما فرقته، يعني في ناس لما فرقتها تكسب ما يفرحوش زي ما الاهلي يخسر. دي ثقافه، دي ثقافه. دي ظاهره يا ميدو ظهرت بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، وانا مستاء ليها بصراحه، يعني مستاء ليها. يعني بعض وسائل الاعلام وبعض المواقع وبعض القنوات الفضائيه بيني وبينك اللي سخنت الموضوع بشكل كبير جدا على التحكيم وعلى النتيجه، وشككت، وبعض نجوم كمان ميدو مع الاسف، بعض نجوم كبار لعبوا في الاهلي والزمالك شككوا بشكل كبير جدا على
اداء النادي الاهلي وعلى الحكم حكم المباراه. والكلام ده كمان وصل يمكن لتونس، وصل للصحافه التونسيه، الملفات دي راحت هناك بشكل كبير. التوانسه ايه اللي خلاهم بداوا يعني عايزين يغلوا على النادي الاهلي وعايزين يعني مصدر الفتنه؟ بالظبط، مصدر الفتنه طلع الفتنه. أنا قلت قبل كده فدي برضك من ضمن الحاجات ميدو في مصدر أسف. للفتنه كده معروف. يعني الفتره اللي فاتت ظهرت بشكل كبير جدا. فاتمنى لان احنا كلنا بنلعب باسم مصر، يعني الناس دي لازم تعرف ان النادي الاهلي لما بيخسر مصر خسرت، مش النادي الاهلي بس اللي خسر. فعايزين نوصل الحته دي للناس ان يعني انت ليك يوم هنساندك فيه لما تبقى بطل واخد بالك وبتمثل باسم مصر، هتلاقي النادي الاهلي باعلامه موجوده في المدرجات بتساند. أنا نفسي انا نفسي، مع ان انا تاكدت بعد ماتش الاهلي والترجي ان الموضوع ده صعب جدا، يعني صعب جدا، بس انتوا اللي بداتوا استحملوا. هياخد وقت استحملوا. طيب تعالوا نشوف على هامش المؤتمر الصحفي اليوم بين وزاره الشباب والرياضه وشركه بريزنتيشن لتوقيع بروتوكول مشروعات الالف موهبه وتطوير الاستادات وتطوير بعض اللعبات الاولمبيه. تعالوا نشوف هذا التقرير مع السيد الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، ونرجع نتواصل معاكم مع الكابتن الكبير كابتن ماهر. بنتكلم النهارده على ثلاث بروتوكولات. احنا بنتشرف، احنا فلسفه الوزاره دايما ازاي قطاع الحكومي مع قطاع الخاص في كل حاجه. المشاريع القوميه، احنا شغالين مشروع قومي للناشئين من فتره، من 2014 تم تنميته كمان 2017، احنا دلوقتي في 2018. المشروع القومي فيه 9 العاب. احنا عندنا اللي هيكون موجود هو مشاركه مجتمعيه من يعني اعلام المصريين. اما البروتوكول طبعا مشروع الالف محترف، هو مشروع كبير ان شاء الله احنا مع اعلام المصريين يعني بقطاعاتها المختلفه، هيكون في يعني طموح وامل ان احنا نعمل انتقاء زي اللي بنعمله السيستم، اللي احنا سيستم في الوزاره، ان احنا ننتقي من كل مصر، ربوع مصر كلها، خامات جيده مع خبراء كبار، وكمان نحطهم في مشروعات. المشروعات ديت فيها خبرة من الداخل وخبرة من الخارج بشكل كبير، كمان لازم يبقى عندنا أحسن ناس في الدنيا نجيبها ونتفاعل، عايزين نكون أفضل في كل حاجة، أفضل في كل حاجة. المشروع الثالث طبعا الاستادات، احنا عندنا طبعا في استادات عايزة تكمل، توصيات طبعا سيادة الرئيس. احنا عندنا كمشروع قومي، احنا عندنا كمان البطل الأولمبي هو المشروع القومي للناشئين والموهبة. أكيد احنا عندنا كم كبير من الاستادات احنا مش هنعرف نبنيه، يعني مش هنعرف نعمله، يعني كمية فلوس كتيرة جدا هتاخد وقت طويل جدا. القطاع الخاص معانا عملنا مزج ما بين الاستادات اللي عايزه تتبني مع الاستادات الحاليه، هي حاسبين الاوبريشن كوست. الاوبريشن كوست اللي هي التكلفه السنويه المفروض نعملها. القطاع الخاص بيجي بيعمل تطوير للمنشات الحاليه او الاستادات الحاليه، بيشغل بيقلل التكلفه، وفي عوائد علينا او لينا موجوده. الاستادات الاخرى هو بيبنيها وبيطورها، لا هو بيديرها مقابل ان هو بقى بيدير محق انتفاع اكيد. يعني ولادنا ده مشروع قومي تاني، احنا مع اللجنه الاولمبيه المصريه اخذنا فعلا امبارح التوقع بتاع ولادنا، بنعمل عليه الشغل بتاعنا احنا بقى كوزاره شباب، وكمان في عندنا البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهره. احنا كنا عملنا من فتره توقيع، هو واخد كل واحد واخد مجموعه، مؤسسه طلعت مصطفى واخد 10، عندنا وادي دجله واخد 10 لاعبين. دول هيكون ده برنامج تاني مختلف في الرعايه الاجتماعيه، الرعايه النفسيه، عايز معسكر خارجي. ده احنا للتميز اللاعب 2020. محتاجين 10 مليون دولار عشان نعمل بطل اولمبي. ده هو يعني عالميا. اجابه للسؤال اللي هو التكلفه، فاللاعب من بدايته لغايه حقق ميداليه اولمبيه دي تكلفته، ده معدلات عالميه. طبعا احنا دعمنا ده، وانا رحت حضرت كمان الملتقى ده، وفي الجودو برضو احد الشركات بندعم ده بشكل كبير جدا. احنا عايزين التميز مش هيجي من خلال ميزانيتنا بس، ما احنا اللي بنصرف على اولادنا، فميزانيتنا بس هي اللي موجوده، ده بتدي جزء، لكن عشان اتميز لازم ادي جزء اخر اللي هو حضرتك قلت عليه. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني ده كان لقاء السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي في المؤتمر اللي توقع فيه النهارده بروتوكول بين وزاره الشباب والرياضه وشركه بريزنتيشن، الشركه الناجحه جدا لتطوير استادات ورعايه 1000
موهبه وتطوير بعض اللاعبات الاولمبيه، مطلوب الكلام ده يا كابتن؟ طبعا طبعا، هو واضح ان الوزير شباب الرياضه اشرف صبحي واضح نشط جدا وفكره فكر استثماري يا كابتن ميدو، بيفكر بشكل جيد. و احنا عايزين متابعه يا كابتن، مش عايزين الالف موهبه لا 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 وبعد كده ما نلاقيش موهبتين. طبعا طبعا طبعا، هو قال في حديثه ان في متابعه هتبقى بشكل كبير جدا. عايز اقول لك انه اختار برضه شركه برزنتيشن الاستاذ محمد كامل، شركه في توامه بينه وبين شركه برزنتيشن لرعايه تطوير الاستعدادات اللي موجوده. وقال كمان في طلعت مصطفى وقال يعني بعض الرعاه وطبعا الالف موهبه اللي بتشمل جميع الالعاب يا كابتن ميدو، دي برضك مهمه قوي ان احنا نحافظ ونهتم اجتماعيا بقى واقتصاديا وتدعيم للنخبه او المواهب اللي هي احنا شايفينها من خلال هذا الدعم نقدر نطلع بطولات، نقدر نطلع ابطال وابطال اصحاب ميداليات ذهبيه وفضيه وبرونزيه جميع الالعاب ان شاء الله خلال الفتره القادمه. كابتن ماهر، حضرتك توليت مسؤوليه رئيس قطاعات ناشئين مختلفه، مش كده؟ بالظبط بالظبط. يعني شايف قطاعات الناشئين بتاعتنا، يعني بنشوف مواهب كبيره جدا يا كابتن ماهر جدا. خلينا نتكلم مثلا عن الاهلي، زمالك، انبي، مقاولين، الانديه الكبيره. بص يا ميدو، اقبال كبير جدا عليها. هكمل لك بس سؤال. اقبال كبير جدا عليها، مواهب يا كابتن ببلاش، بل بالعكس هم بيدفعوا لك فلوس عشان استمارات، انت حضرتك عارف. الاهالي كلهم نفسهم يشوفوا اولادهم بيلعبوا كوره، وفي الاخر ما بتلاقيش حاجه، ما بتلاقيش اللي هو الكم. انت اكيد يا كابتن شفت، بتلاقي كميه مواهب ما شاء الله كتيره جدا، في الاخر لما تطلع واحد واثنين او ثلاثه ده طبيعي. ولا شايف مستوى المدرب، فكره الناشئين اساسا، القطاعات نفسها بتدار ازاي؟ يعني انا هقول لك حاجه ميدو، انا يمكن 8 سنين مع قطاع الناشئين بنادي الصيد، ويمكن اول سنه مع نادي الانتاج الحربي كرئيس قطاع الناشئين. عايز اقول لك بيختلف طبعا نادي اجتماعي من نادي رياضي. لكن عايز اقول لك ان الخبرات بيختلف يا كابتن ماهر، بيختلف بقى بيختلف مهمة. ان النادي الاجتماعي بيعتمد على اولاده بس، قاعده الاختيارات غير الانديه الثانيه. تمام. عنده اعضاء حوالي 120 الف عضو، فبيهمهم ان هم اولادهم. ما بيطلعلكش فيهم مواهب؟ فيهم مواهب. اوكي. يهمهم اولادهم بس. لكن انت عشان تفتح قاعده الاختيار بتبقى على حساب الانديه الاجتماعيه اللي هي اللي مستوى العضو فيها عالي، زي هليوبلس وزي الجزيره وزي الصيد، فما بيحبسش حته ان هو حته الاحترافيه بالنسبه للنهوض بنظام الرياضه عنده. لكن انا هكلمك على يعني توليت المهمه من 5 اشهر او 6 اشهر دلوقتي مع الانتاج الحربي كرئيس قطاع الناشئين. جانا يمكن حوالي 8000 ولد، يمكن اختبارات جميع الاعمار السنيه من 8000 ولد 8000 ولد تمام. من مواليد 97 لحد 2010. تمام، واخد بالك؟ الاستراتيجيه بقى اللي انت بتقدمها لمجلس اداره نادي الانتاج الحربي في توليتك لهذه المهمه ايه هي؟ والاهداف اللي انت بتسعى ليها؟ كاتب استراتيجيه ميدو اللي انا قدمتها خلال هذه الفتره، الملف اللي انا قدمته لمجلس اداره نادي الانتاج الحربي، اولا الارتقاء بالولاد من خلال الاعمار السنيه دي. تمام. يعني الاختبارات، نشوف احتياجات الفرق اللي موجوده عندك. كل فرقه عندها مكانين ثلاثه اربعه محتاجهم، يبقى من خلال الاختبارات تقدر تغذيهم او تقدر تكملهم. أوكي. من خلال الاختبارات. النقطه الثانيه، مهم جدا انك انت في المراحل السنيه ديت تغذي فيها المنتخبات، المنتخبات القوميه، يبقى عندك في كل سن ممكن يكون يعني حضرتك بتدور في المقام الاول والاخير على تطوير اللاعب بالظبط، مش على بطوله. نمرة ثلاثة التصعيد للفريق الأول مع الأرقام الصعبة اللي احنا شايفينها، واخد بالك، والمبالغ فيها. مهم جدا انك انت تطلع عنصر او عنصرين في خلال هذه الاستراتيجية. مش هقول لك العدد يا ميدو انه صعب. انا طلعت انا وكرامي من خلال 10 سنين في قطاع الناشئين. شايف ان ده فير؟ شايف ان ده طبيعي؟ ان يبقى عندي كميه الناشئين دي والمواهب دي وطلع 2 3؟ هو الاهتمام دلوقتي، ولا انا عشان مهتم؟ طبعا بصفه عامه. بصفه عامه انك انت بتشتري من بره، بتاخد اللعيب الجاهز. لا، ومهتم ان انا اخلي الناشئ ياخد بطوله، وبعدين أنا كمدرب اقول لك طن مدرب الناشئ بتدور على بطوله، بتدور على بطوله بعد الفرق وبعد المؤسسات الكبيره، بتدور على بطوله، ما بتدورش على ازاي تصعد. طب شايف مدربين قطاعات الناشئين، معلش اسئله سريعه عشان احنا وقتنا خلص، شايف مدربين قطاعات الناشئين هل هم فعلا اقدر ان هم يتولوا مسؤوليه مديرين فنيين قطاعات ناشئين؟ انا شايف، بس هو في ظلم واقع عليهم يا ميدو بشكل كبير جدا. ظلم واقع على المرتبات، الحاله الماديه والمرتبات.
يعني طبعًا. ضئيله جدا جدا جدا. خد بالك طبعًا. مهما كان المدرب من عنده من وعي ومن دراسه هو يعني اقرب حاجه ميدو لما بيروح يحضر دراسه مثلا زي السي تدفع فيها 3000 جنيه يحضر دراسه زي الاي عشان يطور المفروض نادي يديله كل الدورات دي بالظبط 5000 جنيه ده بعض المدربين بتدفع من جيبها يعني فانا عايز اقول لك ان مهم جدا ان احنا نهتم كمان بحته الثقل الفني والعلمي مع العامل المادي لمدرب الناشئين بشكل كبير. كابتن ماهر نورتني وشرفتني. شاكر جدا ميدو وربنا يوفق باذن الله ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله هنشوف النادي الاهلي في افضل عنفوانه وافضل حالاته الفنيه والبدنيه والتكتيكيه باذن الله رب. اكيد شكرا جدا. شكرا لك كابتن. يعني بعد الفاصل هيكون معايا الاعلامي التونسي الاستاذ عبد الكريم العبدي وحوار ان شاء الله يكون كويس جدا ويبقى فيه بعض السخونه كده. احنا اخوات في الاول وفي الاخر لكن هيبقى اعلان مميز جدا. خليكم معانا ما تروحوش بعيد استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد لسه مستمرين معاكم وان شاء الله يكون لقاء ممتع مع الاعلامي التونسي الاستاذ الكبير الاستاذ عبد الكريم العبدي. منور الدنيا. اهلا وسهلا شكرا منور بوجودك. منور طبعا بلدك وبيتك قناه الاهلي. ما في ذلك الشك بارك الله فيك. شكرا ليك وتحيه لقناه الاهلي ولجمهور الاهلي العريض. اهلا بك. اهلا بيك. اهلا شكرا. ان شاء الله يعني لسه مستمرين معاكم ان شاء الله هيكون في اخبار بعد قليل نشوف اجتماعات كابتن الكبير كابتن محمود الخطيب اسفرت عن ايه وهل في قرارات ولا مفيش قرارات. هنشوف هل السوشيال ميديا اثر يعني اكيد هيكون ليه تاثير. اكيد كابتن محمود الخطيب كان فيه حاجات كتير عايز يعملها لكن سرعناها شويه. هيبقى ليكوا اكيد دور في الموضوع كده. الناس تضرب كده ابننا هشام. شايف الاعلام العربي السؤال اللي انا يعني مني لحضرتك الاعلام العربي والصحافه العربيه وحاله الاحتقان المصدره لهذا الاعلام وهذه الصحافه العربيه راحت بينا لفين او راح بينا لفين؟ هي الاعلام العربي او الصحفي العربي يعني جزء لا يتجزا من العربي العقليه نفس العقليه ما العربي في جميع المجالات. اوكي نحن يمكن نتكلم على الاعلام العربي او الصحفي العربي اما في جميع المجالات يعني التاثير تقريبا يكون تاثير سلبي او عادات عنا سلبيه او تقاليد للاسف يعني نشوفوه تقريبا في كل الدول العربيه يمكن تفاوت بدرجات لكن تقريبا هو بيدو يعني في غالب الاحيان نشوفه يمكن معناها نقولوا يمكن صحفيين بدرجات محبين او متفرجين معناها صحفي صحفي بدرجه محب وبدرجه متفرج. المفروض يكون صحفي بدرجه اعلامي باعلامي يكون محايد وناقد صحفي يكون معناها ينتمي للقطاع ينتمي للصحافه ويحاول باش ينقل له تضغط عليه حاله الحب حاله الكره الحب والكراهيه والعاطفه وخلينا ما نقولوش مصالح في بعض الاحيان. ده لازم نقول مصالح للاسف. للاسف الشديد يعني برضو لما يكون معايا ضيف مميز زي حضرتك استاذ عبد الكريم لازم اسالك حاله الاحتقان اللي حصلت بين الشارع بلاش الشارع خلينا نقول الجماهير او الرياضه المصريه والرياضه التونسيه بسبب مباراه كره قدم واللي هو مكتوب علينا دايما ان احنا نعيش في حالات احتقان برضو مصدره وعارفين مصدرها ايه لكن خلينا ما نشوفش دلوقتي او ما نشوفش. والله يعني شوف يمكن اول مره نشوفه في اللي صار ما بين خلينا نقول ما نقولوش الترجي والاهلي نقولوا ما بين تونس ومصر يعني اول مره تقريبا الاهلي من شهرين تقريبا جاء فاز على الترجي في نفس الملعب رادس هو الفوز الرابع على التوالي للاهلي في رادس وما صارتش مشاكل والاهلي تقريبا من سنتين وثلاثه يعني ترشح على حساب النادي الافريقي بضربه الجزاء وما صار ما صارتش يعني مشاكل ياما حصل يعني ياما وفي 2006 جينا كسبنا هنا هناك طبعا الاهلي اللي كسب هنا يعني والترجي وصل معناها كسب الاهلي سنه 90 هنا بضربه الجزاء معناها يعني لكن في المقابله هذه صار شويه توتر من يمكن قبل التوتر والاعلام التونسي معناها يمكن فما شويه مبالغه شويه لكن الحافله نتاع الترجي
خليت معناها تعطيل الحافله تقريبا ب 20 دقيقه او 25 دقيقه وهي ماشيه الملعب، يعني صار شحن كبير في تونس ومعناها الحمد لله يعني مرت الشحن هذاك الكلام، ولكن ما صارت حاجات في الملعب ولا يعني شفنا كل شيء، معناها الترجي حقق الفوز معناها مستحق وما فماش معناها مضايقات كبيره ولا حتى مضايقات للاعب الاهلي او لوفد الاهلي، معناها يعني عادي. ويجب ان نشكر السلطات التونسيه اللي اول مره يهبط الجيش التونسي في مباراه، ما الجيش التونسي ما يكونش موجود، كان موجود الجيش التونسي والشرطه وامنوا الاهلي وفاز الفريق الاجدر واللي كان يستحق على الميدان والحمد لله. علشان كده بقول ايه اللي وصلنا للدرجه دي، ايه اللي وصلنا، ايه اللي ودانا للحته دي ان احنا ننزل الجيش التونسي ارض الملعب؟ مش اول مباراه نلعبها بين الانديه المصريه والانديه التونسيه، مش اول مره نروح في بلدنا تونس، مش اول مره انتوا تيجوا في بلدكم مصر، لكن حصل تطورات وحصل ان في حاله امنيه وحصل ان في تامينات لازم اكيد كنتوا حضراتكم حطوها في الحسبان، زي ما احنا حاطين في الحسبان ان احنا ممكن حافله الاهلي تقف وتتفتش كذا مره. اكيد في، انتوا عارفين طبعا الظروف الامنيه اللي بنمر بيها زي ما انتوا بتمروا بيها، عارفين ان في ارهاب متربص باي حاجه كبيره وصغيره، عشان كده كان في تعطيل ولو حتى جزئي ان احنا نامن البعثه الترجي او حافله الترجي كويس جدا قبل ما يدخلوا الاستاد، منعا لحدوث اي حاجه لم تكن في الحسبان، زي ما احنا برضو كنا متوقعين نفس الشيء. ايه اللي زود الاحتقان وايه اللي وصل مفاهيم غير صحيحه للشارع التونسي؟ والله قلت لك الاعلام بالغ شويه، لكن الحفله اللي هي حفله نتاع النادي الاهلي والحفله اللي وقفت معناها ووقع معنا التفتيش، خاصه الحفله ما جاتش ما رافقتش الترجي من تونس، الحفله كانت من هنا. والاعلام والاعلام اللي معناها تكلم، يمكن وسائل الاعلام بالغت بكيفيه كبيره، ولات حتى المشردين حتى اللي يمكن اللي يحبوا فرق اخرى حتى المشردين ولوا مهتمين بالمباراه وما حدث، وصارت مبالغه كونه الترجي تعرض صار شويه مبالغه. لكن احنا معناها احنا يعني اولا الدوله التونسيه وقت رئيس الحكومه وقت اللي وفر معناها وفر معناها الامن اللازم والشرطه والجيش لاول مره، يعني احسن ما عمل حمايه للاهلي وحمايه للمباراه وحمايه لكل الناس اللي تتابع المقابله والحضرت. والحمد لله يعني تونس دائما مع المصريين او غير المصريين، معناها يعني هذا دورنا وواجبنا، ومعناها خاصه مع فريق عربي لازم ولا منتخب عربي لازم نقوموا بالواجب. والحمد لله يعني هي قوس صغير جاء ومعناها وتسكر ولا تغلق، ما الحمد لله يعني تجاوزناها ونتجاوزوها، وان شاء الله ما يعني في المقابلات الجايه ان نكونوا معناها نشوفوا كان معناها الشيء الاستقبال بالورود وتوديع بالورود كما بدات. خلينا نفتح قوس على المنتخب، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم استقبل الوفد التونسي امس، واستقبل رئيس الوفد معناها ورحب بهم، ومعناها طبيعي جدا طبيعي، وهذا الطبيعي يعني بالظبط طبيعي وبيحصل بين اي اخوات يعني. لكن انا بتكلم على ظروف كانت حصلت عايزين ندفنها اساسا، مش عايزين نشوفها تاني، لكن بحاول اوصل معاك لحد كان ليه مصلحه ان هو يعمل كده، حد زود الموضوع شويه. انت عارف مثلا انا ابني كان عايز يروح يتفرج على ماتش الاهلي والترجي في برج العرب، انا بخاف من الاجراءات الامنيه فما بروحش. انت متخيل انا اهو اعلامي في قناه النادي الاهلي وبروح معايا البادج بتاعي ومعايا كل حاجه، لكن في اجراءات امنيه مشدده جدا جدا جدا، وما تقدرش تقول لا، لانه في الاول وفي الاخر هيقول لي انا خايف. الامن اقبل كل شيء. بالظبط. فعشان كده كان الموضوع بسيط جدا، لكن كان في ناس نفخت في نار او نفخت في حاجه بسيطه جدا كبرت المواضيع. الجماهير الاهلاويه مش عايزه تروح عشان ما يحصلش احتقانات هناك بين الجمهور الاهلاوي والجمهور الترجاوي. نفس الكلام اللعيبه، احنا عمرنا ما شفنا كده، بالعكس بتيجوا بلدكم واحنا بنروح بلدنا. فهل كان حاجه من بره؟ هل الموضوع كان طبيعي وحصل وخلاص وعدى؟ والله خلينا معناها بايجاز نجاوبك، ان شاء الله نقولوا اللي حاولوا ينفخوا ولا يبالغوا شويه ان شاء الله يكونوا على حسن نيه، ما عندهمش غايات اخرى معناها بعيده عن الرياضه ان شاء الله. والمهم الصفحه تطويت ويعني ومعناها وشفنا خاصه احنا الكلام صار، لكن على الملعب ما صار حتى شيء ولا للفريق ولا للاهلي في الاقامه يعني ما صار. انا كان تامين كامل والحمد لله، بس ضربوا ابننا، ضربوا هشام والله يعني ما لا يعني حاجه هذه يعني طوبه خفيفه كما تقولوا انتم، معناها عادي حجر كانت نجم تجي في لاعب من الترجي ولا يعني تونسي يعني ما عادي. كنت متوقع حضرتك بصفه شخصيه ان الترجي ممكن يكسب الاهلي؟ والله الحقيقة بعد الفوز
الكبير لانه الاهلي كان يلزمه الترجي يلزمه يفوز 2-0. كنت مع ان السنه في رده فعل كبيره بتاع الترجي، لكن الفوز 2-0، الفوز معناها ب 3-1 والترجي مطالب بالفوز 2-0، كنت راه معناها النتيجه معناها صعبه ياسر على النادي الاهلي لعده اسباب. الاهلي معناها فريق من الصعب بشخصي، خاصه في زوج ادوار نهائيه ما متليتين معناها كما صار في الموسم الماضي خسر في المغرب على الوداد، كنت تصورها صعيبه. الترجي كان ينقصوا معناها خاصه فرانك كوم، من لاعب غير عادي في الترجي، لاعب يعني غير عادي في الترجي. احنا كمان كمصريين بنعشقه. لا يعني هو لا لعيب، هو لاعب نصف الفريق اللي بيفكر فيه بيعمله. هو لاعب يعني نصف الفريق نتكلم عليه شويه، ولاعب يقوم باكثر من دور، لاعب يحافظ دائما على مستواه الثابت، ولاعب على العالم بيكمل في الخط الهجومي، بيكمل في الخط الدفاعي، بيكمل تحت الباكين. يعني انت عارف ما اللعبه ذي مهم ياسر، كان معناها المفروض باش يخلي تاثير على الترجي، لكن الحماس والشحن وعده اسباب خلت الترجي معناها يعمل مقابله دوافع. عده دوافع خلت الترجي يعمل مقابله طيبه، وتسجيل الهدف للترجي في في, في 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 الوقت بدل الضايع من الشوط الاولاني اعطت دفعه كبيره للترجي. والاهلي، الاهلي نتاع العاده مش الاهلي نتاع اللي شفناه في مباراه الاهلي، الاهلي العاده يعمل رده فعل، الاهلي يا ما يهاجم ويسجل عاده كي يمشي يسجل اهداف، والا رده فعل الاهلي دائما تكون قويه. ما شفناش رده فعل في بدايه الشوط الثاني، وكان الفريق معناها غايب تقريبا. وزاد الترجي سجل الهدف الثاني، وسجل الترجي الهدف الثاني معناها اصبحت المهمه صعبه على الاهلي في ظل التوهان الكامل، في ظل الاختيارات حسب وجهه نظري الشخصيه اللي كانت خاطئه. انا شفت الفريق الاهلي شفته دافع بالمهاجمين وبلاعبي وسط الميدان الهجوميين. ما كنتش كده كاعلامي، لا ما كنتش نتصور. كنا يعني الاهلي لا دافع وخلى الكره بعيده على الملعب نتاعه، لا فريق مشى للهجوم باش يخلق فرص ويضغط ومعناها ويقلل من ثقه الترجي. معناها ان الاهلي كان شبه غائب في المباراه، وبالعكس الترجي معناها الهدف يعني اصبر، الهدف جاء في وقت معناها ممتاز. قلب الدنيا. الترجي سجل هدف ثاني، واللاعب اللي سجل للترجي سعد بقير يعني من فتره بعيد على الترجي مش في الفورم نتاعه، يعني عده اسباب لعبت باش كان بقاله فتره مصاب. كان فتره مصاب، وكان بعيد حتى كي مش مصاب بعيد عن التشكيله، يلعب على فترات. كان معايا كابتن محمد عمر، كان المدير الفني للاتحاد السكندري اللي جه لاعب الترجي في تونس لو تفتكر في البطوله العربيه 2-2 بالظبط. فكان معايا، كان ضيفي قبل مباراه الاهلي والترجي يوم الجمعه اللي فاتت. فقال لي خلي بالك عندهم لعيب اسمه سعد بقير. سعد ده لعيب مهم جدا جدا، لعيب مهاري جدا، لعيب هداف جدا وصانع لعب، بس للاسف مستر باترس كالترون ما كانش سامع الحوار. والله ما شوف معناها يعني ايش اقول لك، معناها الترجي يعني عدة ظروف خدمته واستحق. الترجي كان سيء جدا في نفس حاله الاهلي، بل اسوء كمان لغايه 40 دقيقه من الشوط الثاني، الشوط الاول اسف. كنت برضو متوقع ان الترجي ممكن يفوق، ولا الهدف ده لا الهدف قلب الدنيا، والاهلي ما رجعش. الاهلي في العاده يرجع تكون عنده رده فعل، الاهلي يما يكون هو المبادر، ولا تكون عنده رده فعل معناها غير طبيعيه. والاهلي عودنا دائما يعني يسجل ويمشي يلعب خارج الملعب نتاعه، والاهلي معناها يسجل اهداف، الاهلي رد فعل نتاعه دائما قوي، الاهلي يسجل خاصه وهذه مش توافقني فيها في الدقائق الاخيره من المباراه الاولى، وخاصه في اواخر المباراه. هذا الكل ما شفناهش من الاهلي. وانا شفت يعني الاهلي خسر في المقابله هذه اكثر من الترجي فاز. بالضبط مع استحقاق كامل للترجي في بالكاس بتاعه، لانه فاز ب 3-0 والالقاب والنتيجه تحسم معناها يعني بالنتائج المحققه على الميدان. الترجي حقق نتيجه معناها مبهره. الترجي الشوط الثاني تغير تماما بعد رده فعل الهدف الاول اللي حضرتك قلت عليه، جه في الدقائق الاخيره اللي قلب المباراه كمان. انا قلت لحضرتك قلبها علينا كمصريين وكتوانسه، احنا كمان قلنا ان ممكن الاهلي يبقى ليه رده فعل، لكن باترس كالترون فضل ان هو يحافظ على الاستراتيجيه بتاعته. مثلا على الذكر كنت انتظر محسن الصغير، انا كنت متابع له، كنت انتظر محسن الصغير باش يبدا المباراه. يعني تفاجات يعني ما لعبش، يمكن المدرب يعرف اكثر مني. انا كنت نستنى في محسن الصغير،
باش يعوض أزار صلاح محسن. كل سنه في صلاح محسن لاعب يعني انا عندي فكره اللي هو اغلى لاعب في الدوري الدوري المصري انا لاعب ممتاز كنت اتسنى ان انتظر فيه لكن المدرب دائما هو يعني المسؤول على قراراته ولازم يتحمل مسؤوليات. كنتوا حاملين هم صلاح محسن الأنين من صلاح محسن بطبيعة كنا سنة فيه يعني لاعب يعني مهم قادر يختلف على أزار ولكن لاعب مهم ويفاجئ خاصة بسرعته وبقدرته على المراوغة وحتى نسبة تسجيل الهدف متاعه أعلى من محسن الكبير. يعني احنا صلاح محسن ومروان محسن مروان صلاح تسمي صلاح مروان الصغير محسن يعني قول لي عدم وجود أزارو سبب ارتاحية شوية في الشارع الترابي يعني بعد صحيح ارتاحية كبيرة بسبب يعني المباراة الذهاب والقميص متاعه ومعناها لو ضربت الجزاء تحايل فيها ممكن لا مش عارفين الحقيقة الحكم هو اللي يبدأ دائما سيد الميدان الحكم هو اللي يعني غياب أزارو أزارو لاعب رغم لما يسجلش أهداف ويضيع أهداف كثيرة لكن مهاجم ثقيل على الـ على الـ على المهاجم على أي دفاع وزاره هو اخر من صنع من سجل هدف الفوز ضد الترجي في رادس في المباراه الاخيره ازاره هو اللي سجل 3 اهداف ضد النجم الساحلي في الموسم الماضي في الستة يعني لعب مهم والاهلي يلقاه في المباريات الكبيره صحيح ضيع اهداف سهله في الدوري وفي المباريات لكن لعب ثقيل يتحرك ويترك معناها يستفيد منه سليمان ويستفيد منه اللاعبين اللي يلعبوا اللي يلعبوا خلفه بالزبط. حتى كيما سجل اهداف في لعب مزعج بالضبط كمان ثقيل وبارع في ضرب الراس المحايله مطلوبه في الكوره يا استاذ كريم ان انا اتحايل على حكم في 18 انا نشوف تحايل على القانون معناته في كلك تحايل على القانون ولماذا لا يتحايل انا على الحكم انت موجود تحايل مطلوب انا بشوف مطلوب الخبث الكروي الخبث الكروي كريستيانو ساعات بشوف نجوم كبيره يعني ان رغمه مثلا حط جون بايده مطلوب ان انا اتحايل طالما انا عايز اكسب فريقه خلاص انا بقى مش الحكم ولا طبعا. حضرتك عندك راي تاني لا يعني اللاعب من دوره يعني هو لنقوله خبث كروي اللاعب ولا ويكون في لحظه هو يحاول دائما يستفيد من الوضع نتاعه يعني من هافو نتاع باش يعمل مخالفه صغيره نتاع مع مدافع يعديها على الحكم يحاول يعديها على مساعد الحكم ولا يضرب او يدفع في ظهر الحكم مخالفه يعني هذا يعني مشروعه حاجات مشروعه للاعب يعني هو كان تحليل الهدف الثاني او ضربه الجزاء الثانيه لوليد ازارو ان هو كان دافع او ضرب المدافع الترجي التونسي قبل ما يتسبب في ركله جزاء لو تفتكر اللعبه كان وليد خرج منطقه وليد خرج منطقه الجزاء بالظبط لكن احنا كنا بتكلم في العموم مش بتكلم ان انا كاهلاوي والله بتكلم ان الكوره بتبقى مواقف مش موقف واحد يعني موقف ضربه للمدافع التونسي ده موقف وموقف شد المدافع التونسي لوليد ازارو في ال 18 ده موقف ثاني وبناء عليه هو اتحسب ضربه جزاء لوليد ازارو بالطبع الحكم ما دام ما اعلنش على المخالفه ينجم يكون الحكم التقدير نتاعو مش مخالفه بالظبط ولا ما شافهاش يعني هل مطلوب من اللاعب باش يقف ولا يمشي للحكم والمساعد ولا الحكم الرابع يقول له راني عملت خطا اذا افترضنا كونه عمل خطا يعني هذوما لازم يصيروا هو يقول لك احسن حكم من يخطئ اقل بالظبط يعني الاخطاء وارده وضربه جزاء دائما تقديريه بالظبط ضربه الجزاء دائما تقديريه هو خطا تقديري مش هكلمك على الحالات التحكيميه في المباراه لكن شفت قرار وقف وليد ازارو كان قرار للتهدئه العامه ممكن نقولوا قرار سياسي احنا ده الناس كل تحلل في السياسه لانه تحسوا قرار سياسي الكوره ما تحسش ان هو ليه علاقه بالكوره خالص لان هو مش ما كانش مسجل في القنوات اللي هي الرسميه اللي هو الحكم بيستعين بيها او لجنه الحكام بتستعين بيها لايقاف يمكن هذه تصير في اوروبا في افريقيا اول مره تصير في ملاعبنا في افريقيا وفي العرب ما تعودناش على العقوبات هذيا وقرار كان سريع جدا قرار كان سريع يعني يلزم معناها اللي كان قرار مسيس شويه مسيس والقرار اللي خرج القرار يريد ان يستفيد منه وظهر معناها الطرف التونسي ما فماش كلام هذا وما يتلامش الحقيقه راهو اللي خرج القرار باش يعاون الفريق التونسي معناها ما نجموش نلوموه يعني يحب يعاون كما يقولوا الفرقه نتاعو لا يعني لا انا مش فاهم الجمله الاخيره يعني اللي يعاقب ازارو هذه مش معلومات استنتاجات ما عنديش معلومات اللي يعاقب ازارو ظهر طرف تونسي فاعل عاقب ازارو لاجل مساعده الترجي
خاصه هو الترجي يعني تعاقبوا له زوج لعيبه الذوادي، الانذار اللي تحصل عليه الذوادي عليه كلام يعني ماهوش صار كلام، كون الذوادي صحيح فرانكوم عمل مخالفه يستحق، لكن مخالفه الذوادي انذار الذوادي معناها صار عليه كلام كونه انذاره مقصود والحكم. انا والله ما فاكر لا 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 الذوادي كان لا يعني هذوما يصيروا يعني في الدور النصف النهائي الترجي استفاد من خطا نقولوا خطا تحكيمي، الفريق انغولا سجل هدف يعني شرعي لكن استفاد الترجي وهذه الاخطاء داخله في اللعبه. راضيين على مستوى الترجي العام؟ لا مش راضيين. لا الترجي يعني قبل المباراه النهائيه لكن الترجي تو حقق ما هو مطلوب. يعني الترجي وقت اللي تخلي ينافس يعني الناس كل يشوفوا معناها ماهوش فريق القوي، الترجي عنده دفاع ضعيف، الترجي ماهوش الفريق القوي اللي ينافس، لكن استغل الخبره نتاعو، استغل استفاد من مباراه الذهاب، وكان شحن مباراه الذهاب في القاهره كان شحن كبير، واللعيبه نتاعو يعني عملوا مباراه بطوليه والنجاعه رافقتهم، وما عادش نجم نقولوا الترجي في الموسم في سنه 2018 ما عملش ما كان ضعيف ومش كويس ومش في مستواه ومتوسط، لا مش نقولوا لانه حقق فوز عريض على الاهلي 3-0 يعني مش تدخل مباراه دخل التاريخ، يعني الترجي يهزم يفوز على بطل ابطال افريقيا على ملك افريقيا ب 3-0 اكيد يعني اكيد اكيد نتيجه كبيره جدا طبعا اكيد تحسب طبعا لفريق الترجي، لكن دي بتشفع لحاله الترجي العامه ولا شايف ان ده عيب عندنا احنا كشعوب عربيه او كوسط رياضي ان احنا دايما النتيجه بتشفع للمستوى العام؟ النتيجه تشفع، والترجي قد يستفيد من الفوز على الاهلي والذهاب الى كاس العالم للدخول لتقويه المدرب بنفس لا المدرب سوف يبقى على الترجي، المدرب اللي تحصل على الكاس سيبقى تثبيته في الترجي. بصرف النظر يا استاذ عبد الكريم شايف ان دي قاعده صحيحه ان انا خلينا نبعد عن الترجي هل انا كمدرب مش ما بعملش نتائج كويسه مش مقنع بالنسبه لجماهيري، هل لما بجيب بطوله دي جديره ان هي تقعدني ان انا اكمل تاني زي ما احنا ما عملنا مع هيكتور كوبر مثلا؟ أي. كان الدنيا كلها ترشح والاهلي لمصر ما تلعبش وفريق يلعب دفاعي ويفوز بالكده اصرينا عليه نروح كاس العالم ورجعنا مخيبين الان. والله يعني هو لا 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 بالنسبه انت تحكي بصفه عامه مش على مدرب الترجي في نرجعوا في البلدان العربيه على عكس اوروبا. اوروبا مثلا جاوا تمت المراهنه في برشلونه من سنوات 2008 تقريبا على جوارديولا هو يدرب في الشبان يراهنوا عليه ولانه كان قائد في الفريق كان لاعب ممتاز عمل معناها شغل كويس في الفريق الرديف والفريق الثاني لبرشلونه وخلوه يخدم كما يشتغل كما كونتي صار في جوفانتس يعني في احنا في العرب وفي في المنطقه العربيه مختلفين جات فرصه هو معناها يعطوا فرصه علاش لا ينجم يكون مدرب نجم تكون الفرصه ولانه المدرب لازم تجي فرصه ومدرب الترجي نرجع اللي هو معين الشعباني تقريبا هو درب فريق حمام لمف في الرابطه الاولى عمل مساعد للترجي في اكثر من مره جاته فرصه اما يثبت وجوده مش يمشي يلعب كاس عالم مع الترجي يلعب كاس عالم مش يلعب كاس عالم مع الترجي وعنده البطوله التونسيه والكاس التونسي ودوري ابطال افريقيا اذا اثبت الوجود نتاعو الترجي كسب مدرب وتونس كسبت مدرب لانه ولا نرجع نقول يا ريتنا كنا عملنا لا هذه نقولوها يا ريت وقت اللي تتحقق نتائج سلبيه اما تو ما نقولوهاش لا انا قصدي كده انا قصدي لما تتحقق نرجع نقول يا ريتنا كنا اي يا ريت لكن ساعات نجيبوا مدرب اجنبي وكبير ومن يدرب حتى البطولات الاوروبيه ويجي ما ينجحش لعده اسباب للعقليه للمدرب المساعد المدرب العام او المساعد الثاني الوطني اللي يبدا يخمم باش يقولوا مكانه ولا مش عايزه ولا للمترجم اللي يقول كلام يعني المدرب الاجنبي نشوفوه يتكلم تقريبا نفس الثقافات نشوف المدرب الاجنبي يتكلم كلمتين والمترجم يقول 20 كلمه بالظبط بالظبط تفهمش ليه عنده كلام يحب يقوله هو اهلا بيك يا زلمه شكرا بارك الله فيك مباراه مصر وتونس بكره مباراه مش هتفرق في الترتيب في المجموعه نفسها لكن هتفرق في ترتيب الاسمين بالطبع هي الحمد لله يعني هذه بعد مباراه الترجي جت بلاش اهميه الحمد لله يعني وهذه
وهاني بوريدة رئيس الاتحاد المصري معناه كان ذكي عندما تحول اعتقد انه ذكي صحيح عنده علاقه بالدكتور وديع الجري لكن كان ذكي كي مشى للمطار واستقبل الوفد يعني كان ذكي لانه معناها وكانوا اليوم موجودين في مباراه المنتخب الاولمبي معناها يعني وقت اللي الحمد لله قلت لك المقابله ما عندهاش اهميه النتيجه صحيح مش يكون كل فريق يفوز معناها يحاول يفوز يحاول على الزعامه العربيه والعزامه الكرويه ما بين قوسين لكن ترشح المنتخبات لامم افريقيا بالكامرون مش خلي المقابله نتاع غدا تكون مقابله يعني فرجويه مش مقابله مش تعرف تسجيل الاهداف ما في ذلك شك وان شاء الله معناها نشوف مقابله يعني مستواها طيب خاصه فيها عده لاعبين معناها بارزين منا ومنها يعني هنشوف مباراه كوره مش هيبقى فيها ناحيه كل الظروف يعني الملعب ممتاز فما نجوم في زوز فرق ما فماش ضغط نتاع النتيجه مش نشوفه يعني مقابله ونشوف الاهداف كلمني عن الحاله الاحترافيه في الشارع الرياضي التونسي بتفكروا فيها ازاي؟ بتصعبوا حاله الاحتراف؟ بتسهلوها للعيبه اللي عايزه تحترف؟ كلمني عن المقابل المادي للعيبه التونسيه بين الانديه، هل هو عالي؟ هل هو طبيعي؟ هل هو يستحق او لا يستحق؟ لا يستحق اللاعبين التونسيين ياخذوا معناها مبالغ كبيره جدا. زي عندنا كده؟ يمكن هنا نكون اكثر، لا مثلا تو يعني النجاز يا اخو ما نحبش نعطيه الارقام، جاب مبلغ كبير جدا الزمالك لا انا برضو عندنا انا بتكلم عندكم لا لا يعني اللاعب ياخو وانت لاعب سابق اللاعب ياخو مبالغ انا راه معناها راه مبالغ فيها مبالغ فيها جدا وهذا احنا عندنا مبالغ فيها جدا وهذا سبب المنافسه بين فماش معناها سقف يحدد الرواتب مش ممكن تعملوا سقف مش ممكن الاتحاد باش يعمل سقف انا نحب ندفع اموال والفلوس باش نجيب ملاعب ما نجيبش تمنع طب ازاي نقنن الموضوع ده يا استاذ كريم والله يلزم يكون اتفاق ما بين رؤساء الانديه اتفاق ما يحصلش ولا يحصل احنا وقت نشوفهم يهاجموا بعضهم ويعملوا اتهامات يعني كيفاش اذا كان رب البيت بالطبل يضارب ما نعرف ما يحصلش تقعد ويستفيد اللاعب في الاخير اللاعب يستفيد رغم اللاعب في العاده كي ياخذ فلوس كثيره معناها ما نشوفوش منه مستوى كبير كرويا يعني هذه حسب تجربه وحسب معناها تجربتي البسيطه يعني اللاعبي من المستحسن وقت اللي يبدا ما ياخوش كثير مش معناها يعني العقود على ما فماش ضوابط تربطها ولا تحددها ولا تقننها ما فماش يعني لكن عندكم نفس المبالغ الكبيره دي في الانديه التونسيه لو يعني مثلا الترجي عايز يشتري لعيب من النجمه عايز يشتري لعيب من اي فريق لا يعني الفرق الكبيره ما تبيعش لبعضها لا 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 معناها ممكن لو يجي عرض واللاعب يضغط يحب يخرج يبيعوا لاوروبا والخليج او فريق في مصر ولا لا ما فيش الارقام دي لا في الفرق الكبيره ما تتنزلش لبعضها لا لا مش ممكن لا مش قصدي تتنازل ما يبيعلوش لا لا بنفس الثمن يبيعوا للفريق اخر يعني مش تونسي طب لو فرق مش متنافسه لو فرق مثلا لا الفرق وسط ترتيب هذيك اللي بيطلبوا فلوس كثير لا ما يطلبوش كثير اذا ما بيبداش المنافسه مثلا نقول يعني اغلى لاعب انتقل مثلا للترجي من فريق مثلا في وسط الدوري مثلا اغلى لاعب انتقل في تونس ب 3 مليارات تقريبا حوالي مليون دولار معناها تونسي مليون دولار يعني حوالي 18 مليون جنيه مصري يعني انتقل من النادي الصفاقسي للنادي الافريقي تقريبا من 6 سنوات يعني لاعب لا يستحق كل تلك الضجة لاعب مش في المنتخب لاعب اسمه الحداد يعني انت وقت جاي من فريق الكبير الفريق الكبير معناها المبلغ نتاعه التو خيالي ومن الصعب باش نوصلوا له في المواسم يعني ولا السنوات المقبله لكن من الفرق من فريق متوسط ترتيب وفي الاخر ترتيب باش يتدخل لفرق القمه اذا ما يدخلش فريق اخر كبير ينافس اذا واحد فريق واحد مثلا الترجي يحب يشري لاعب من فريق وسط ترتيب اذا ما ينافسوش الفرق الكبيره الاخرين النجم ياخذوا بمبلغ اولى ياخذوا بمبلغ يعني عادي لكن لو حط في منافسه النادي يرفع يرفع يستفيد هو يحطه في المزاد نفس الفكره نفس الفكره نفس نتابع انا هنا نفس الفكره نفس الفكره نفس الفكره شايف يعني سؤال صريح شويه شايف ان انتقال اللعيبه التوانسه للدوري المصري بمبالغ مبالغ فيها ولا مبالغ مستحيل؟ لا مبالغه، اما يلزم مبالغه ما كانش ما يجيوش لمصر. هو باش تنجم تشتريه يلزم تدفع فيه فلوس اكثر بكثير من لا في مبالغ فيه وفي ان هو ماشي تمام
يعني ان هو ينتقل من دوري لدوري من بلد لبلد لعيب محترف اوكي ماشي لا لكن مبالغ فيه لا نحس مبالغ فيه لانه شوف اللاعب لو كان مثلا انتقل في تونس ما يكونش بالثمن ذاك بالظبط اكيد معناها تو نتكلموا على معلول ولا نتكلموا على النجاز ولا على فرجاني ساسي اللي جاء من السعوديه المبالغ راها كبيره معنيش اللاعب يدور على المبالغ دلوقتي على الفلوس يا حسام نعم اللاعب يدور على الفلوس من حقه من حقه لكن الفلوس ما بتبقاش يعني ما تبقاش سلمه ثابته لا يعني ان انا اكمل حياتي في انديه كبيره الفلوس هتجيلي غير لما مثلا يعني فرجاني ساسي لعيب لاعب مهم ومؤثر الاهلي في الزمالك وفي المنتخب التونسي وفي الصفاقس وفي الطريق لعب لا انا استغربت ان هو بصرف النظر جه الزمالك جه اهلي ليه ما فكرش في الاحتراف الخارجي التحول لاوروبا وفشل في تحول من النادي الصفاقسي هو من الصفاقسي تحول لماتز الفرنسي ثم معناها استرجعوا الترجي بمبلغ كبير وفي الترجي معناها ما قدم مستوى لكن الترجي ولما جاء العرض للسعوديه تخلى عن اللاعب ثم جاء تعرف انت من السعوديه للزمالك جاء في صفقه عارفينها انتم الكل علي معلول شايف لاعب مميز جدا شايف مستواه في الاهلي زي مستواه في المنتخب التونسي ولا هل هو الواجبات اللي بيكلف بيها من المدربين مختلفة؟ هو الحقيقة يعني عانى في فترة حسام البدري في الأهلي عانى شوي لكن علي معلول لاعب ممتاز جدا هو هو المنتخب بيجي من نجوم درجة أولى يعني هو من نفس تقريبا قيمة يوسف المساكني ووهاب الخزري وهو لاعب ممتاز جدا كما في الأهلي لاعب في الأهلي مؤثر بالضبط مؤثر جدا في الاهلي وفي المنتخب لاعب مهم علي معلول يشغل كامل الجهه اليسرى يشغلها وحده دفاعا وهجوم لاعب يعرف يصنع الاهداف من الكرات الثابته من الكرات المتحركه يغطي جهته كما يجب علي معلول على فكره عندي حسب معلومات اللي عندي عنده عرض من يحب يغادر الاهلي مش عارف المعلومات خلنا نسالك على المباشر اوعى تقول كده لا عندي معلومات اللي هو يفكر باش يغادر الاهلي هو عايز يمشي بالاهلي اصلا لا يعني اوروبا حسب معلومات عندي عنده عرض اوروبي حق مشروع طبعا لكن يبقى في الاول وفي الاخر الاهلي محتاجه بالطبع. ولا مش محتاجه خصوصا هو مرتبط معاه بعقد لكن علي طبعا لعيب مميز جدا بنتمنى له التوفيق لعبناكم من غير علي معلول واحمد فتحي ووليد ازارو واجاييه الحمد لله اللاعبين يعني الغاب الرباعي اكيد كان رباعي كم غاب كوم وذوادي على الترجي لاعبين مهمين كوم لا انا شايف ان اللعيب يعني الزوادي طبعا مع احترامي ليه لكن كان غيابه متعود لا طرفش غطى الغياب بتاعه لان الاهلي ما مشاش للهجوم لكن فرانك كوم لعيب صعب لا فرانك كوم لعب هو احسن لاعب في مركزه في على الاقل في افريقيا اذا ما بلغوش ما تدلنا فرانك كوم ده اعطونا فلوس كثير اعطونا فلوس كثير ندوكم كوم نورت الدنيا شكرا بارك الله فيك واهلا بيك في بلدك طبعا وبيتك قناه الاهلي ونورت الدنيا واهلا بيك في اي وقت شكرا بارك الله فيك وتحيه لك بشكرك شكرا جدا استاذ عبد الكريم العبدي الاعلامي التونسي البارز ده كان لقائي معاكم النهارده زي ما قلت لكم اطمنوا على الاهلي زي ما حارس قال حارس النجم الاهلاوي والرمز الاهلاوي بقى خلاص حارس قال وقعت الاهلي ليها 1,000,000 قومه ما تلاقوش على الاهلي لان نادي كبير وان شاء الله يرجع لمكانته الطبيعيه دايما بتنوروني بتشرفوني ومع الف سلامه